الاهلي يهزم بيراميدز 2-1 ويتاهل للدور قبل نهائي الكاس مصر 2021. كابتن شريف الف مبروك. مبروك كابتن ايمن. مبروك يا كابتن. مباراه كنا محتاجينها من فوز لفوز. الحمد لله. بات الامر يا كابتن ايمن ان البطوله بتاعه الرابطه اللي احنا لعبناها بالناشئين دي لازم نتيجتها تبان دلوقتي. لعيبه النادي الاهلي كلها مصابه، لعيبه النادي الاهلي كلها خارجه من اصابات، لعيبه النادي الاهلي كلها في اجهاد عام، الكرامبات في الرجلين على طول، كل اللعيبه بتقع. اول مره اتفرج على فرقه النادي الاهلي بهذا الشكل الحقيقي. يعني فرقه غصب عنها بتادي كل اللي عندها وعلى فترات، واكبر دليل اللي انا بقول لك عليه ده على فترات الكره الاخرانيه او في كورتين لحسام حسن، واحده لعبها القفشه ايوه وتزحلق قفشه فيها وهو ما كانش المفروض يلعبها القفشه في الميعاد ده، لازم يكمل بيها ويروح لغايه لما قفشه يوصل له، وكره ثانيه القفشه عملها له وراح جاب جول الفوز اللي احنا بنعتبره تاكيد للفوز ورفع الخطر على النادي الاهلي في تحكم لفرقه بيراميدز في الكره كلها في الشوط الثاني. يعني يمكن انت جات لك كوره في اول الشوط الثاني كانت تقدر تعدل برده النتيجه لفوز كبير، انما حال النادي الاهلي الحقيقه مجهد تماما. اللعيبه بتادي غصب عنها. ايوه. ودي لعيبه طبعا لازم تتهوى، لعيبه لازم تخش بقى. انت عندك يوم الاربعاء ماتش تاني. حل الظروف الاجهاد العام اللي انت فيه ده. ما هو الحل ايه في خلال يومين؟ ما هو تدوير. كلمه تتهوى دي المساجات وال مش هتلحق يعني حتى يعني الاستشفاء. لعيبه هتقدر تحط تلج كل يوم طول الثلاث ايام اللي جايين دول، ولعيبه لازم تخش مختص، ولعيبه لازم تعمل مساج، ولعيبه لازم مش هتتمرن، مش هتلحق تتمرن، ومش مطلوب منك تنميه بدنيه للعيبه دي، يمكن اللعيبه اللي ما لعبتش هي اللي هتتمرن. يعني تلعب بقى حاجات فور فان كده 4-2 تخش يعني تلعب بالكوره، كل حاجه بالكوره، انما مفيش اجهاد. ارفع الاجهاد ده خالص، ارفع الحاله البدنيه عنهم خالص، لانك مش هتقدر تكمل غير كده. وبعدين اللي حتى ديانج اللي جاي لك من اصابه جاي من اصابه بيتعافى جوه الملعب، ابتدى يخش جوه مود الملعب في اخر ربع ساعه او في اخر ثلث ساعه، بياخد كوره بيحاول بقى يثبت ان هو سليم مثلا او اي حاجه، او كان بيلعب متحفظ. يعني حتى ديانج بيلعب متحفظ لانه مش لاقي المساعده، مش لاقي اي حاجه، فبيعمل اي ابتكار. كل لعيب كان عنده حاله فرديه النهارده لحاله ابتكار للوجود. كانت تبقى في نص الملعب الثاني، نص الملعب الثاني هويه الهجوم عندك مش متنظمه، كلها عشوائيه وفرديه. طاهر يروح ناحيه اليمين شويه يحاول يعمل مناوره من ناحيه اليمين عشان قبل ما استلم وانجح واروح، مفيش عندك الناحيه الثانيه اللي بتكمل الشارع، بتضطر ترجع بالكوره ثاني. ونوهنا على الكوره اللي بتروح للشناوي، اول هاف تايم حصلت واحده وتاني هاف تايم حصل منها ضربه الجزاء اللي جت دي، وده اجهاد. يعني عايزين كيلينج تايم بنسميه، عايزين نقتل الوقت عشان المباراه تعدي ونكسب، واحنا كسبانين 1-0 واحنا كسبانين 2-0. لكن انت لما تحب تأدي بتأدي، لما تحب تعمل سرعات بتعمل سرعات. بعض التغييرات كانت في صالحنا النهارده. طبعا ما زال زياد طارق عامل حاله شبابيه جوه الملعب. تقييم كوكا وتغييره ان هو بيلعب باك ليفت وجوكر من الجوكر، ان هو الراجل بيأدي اللي عليه في الظروف اللي احنا المفروض نشيله كلنا. المفروض اللعيبه دي تشيل الاولاد الصغيرين دول جنبهم ويأدوا. بس هي الحاله اللعيبه فيها مش قادرين الحقيقه، فمش هتقدر تقيم ولا تقدر تقول زياد وتقول كوكا وتقول اللي هيجي برده من الشباب في الحاله احنا محتاجينه. محتاجين الرانر دول، محتاجين اللي بيجروا كتير قوي في الملعب. انت محتاج جنب خبرات قفشه، جنب سلية. هو قصدك هم لوحدهم ما يشيلوش؟ لا، هيشيلوا ازاي؟ انت هم دلوقتي جايين يعملوا لك هيلب، يعني مساعده بدنيه. التنميه بقى واللعب والحاجات دي كلها موجوده، بس عشان كده لعب النهارده بثلاثه في النص. راجل واقعي يعني، مش هيقابل يقول لك 4-2-3-1 وهلعب وهضغط من قدامه وما اعرفش ايه. لو اتضربت نص ملعبه، واصلا الباص مش سليم كمان للاجهاد العام اللي انت شايفه. اول مره اشوف محمد هاني بيرفع رجله، ياسر بيرفع رجله، ف حكايه فيها زوم ولعيبه بتكلم بعض لما تبقى تعبان وكده، بتكلم بتلوم بعض
ومودك ما بيبقاش حتى وانت بتلعب مركز بشكل ان اللي جنبك هيساعدك او فتحاول تلعب كره بطيئه او باصي وتموت الوقت. وربنا الحمد لله في الكره الاولانيه دخلت الهيد ده دخل كويس قوي ضربه الراس دي صح. ما عندكش حاجه ثانيه تزعل عليها غير الكره الاولانيه بتاع الشوط الثاني؟ ماشي. انا عايز اسال حضرتك على حاجه. محمد هاني كويس بيعاني من كرامب من بدايه الشوط الثاني. انت عايز سرعه تغيير يعني؟ لا انا بتكلم على الاجهاد. محمد هاني من بدايه الشوط الثاني ايوه بيعاني من كرامب او بيشتكي من كرامب. تمام. ودي حاجه غريبه جدا برضو كابتن شريف. يعني احنا في بدايه الشوط الثاني وخلي بالك المجهود الشوط الاولاني ما كانش برضو بالمجهود الجامد قوي اللي هو يعني يخليك تشتكي من كرامب من بدايه الشوط الثاني. وانت يا كابتن ايمن كمان مش انت المحجم فرقه وعامل كومباكت وانت اللي رايح على فرقه بيراميدز النهارده والكره الثانيه بتاعتك ومفيش المجهود الكبير اللي انت بتعمله غير هجوميا. لا انت النهارده على طول في حاله دفاعيه على طول مقفل على طول عشان تعمل مسافه ارتداد من ديفنس الهجوم بتاخد لك بتاع 70 يارده او اي حاجه رايح جاي بتروح وترجع. ما حاله اجهاد برضو عصبي نفسي عليهم خايفين على ان هم عندهم ضغط. هي فرقه بيراميدز عليها ضغط النهارده في حاجه ولا عندهم جماهير ولا عندهم اي حاجه؟ ما عندهمش اي حاجه خالص. كسبوا اهلا وسهلا، ما كسبوش اهلا وسهلا برضه. ايوه محدش هيلوم حد. ايوه مع انها فرقه تكسر اي حد. لو تخش في الاسماء اللي فيهم كده تشوف الفرقه شكلها عامل ازاي. لو انا ماسكهم انا كان النهارده يبقى عندي كلام تاني. لا فرقه عندها خطوط وعندها نص ملعب وعندها فيرويد وعندها فرقه كلها لا فرقه اسامي فرقه اسامي بس بتأدي يعني بس بتأدي دي فرقه ما هو النهارده لو ما بيلعبوش عايز اتكلم عليها اساسا ايه؟ لا مش عايز اتكلم عليها. فرقه تعبانه، فرقه اسامي بس. لا ده حتى ما يقدرش يجروا اساسا. لا 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 هو اللي لا النهارده ماسكين الكوره ومفيش مين ماسكين الكوره دي. فرقه ما بتعملش حاجه خالص. لا 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 يبقى جهاز بقى حاجه ثانيه. في حالتك النهارده انت ممسوك عليك كوره ومضغوط عليك وجا انت بتحاول تبقى بتعمل كونتر اتاك طول الماتش. الشوط الثاني بالذات هم ما عندهمش بقى حته الفينشنج، بيحاولوا يعملوا الوان تول صغير جوه ال 18 دي شكلات فنيه كلها خلاص. بس مبروك علينا احنا النهارده وان شاء الله يوم الاربعاء الماتش الجاي تكون حاله استشفاء دي باذن الله. يوم الاربعاء بعد بكره خلاص يعني كمان هجيب منين بقى حاجه كمان ربع ساعه ولا تلت ساعه يبقى بعد بكره. احنا في موقف لا نحسد عليه. صحيح. كابتن علاء الف مبروك، فوز مهم. فوز مهم طبعا اكيد يعني في مباراه الكاس مقبول انك تكسب بس ما غير حسابات لعب، من حسابات لعب هتخش في حسابات كتير جدا مش هتوصل لحاجه. وبتلعب فرقه تقيل اسما. انا لسه عند كلامي اسما كل دول اللي في الملعب النهارده ولا حاجه خالص. فرق شويه اسامي ما بيعملوش حاجه خالص في الملعب. خالص. انت لو في حالتك الطبيعيه تعمل كل حاجه في الكوره النهارده، لكن انت يعني برضه مباريات كتير قوي ورا بعض وماتشات كاس ومش كاس يعني برضه انت عندك انت ظروفك غيرهم هم خالص، لكن هم كفريق كوره لا لا اسامي واسامي محترمه جدا وكل حاجه عليهم راس. بس النهارده لا انت بتلعب فريق اسامي، حتى امتلاك الكوره كان العوبه دي حاجه ما مسيتش عليك خطوره، ودي كانت على فكره دي ميزه فيك يعني النهارده ميزه للنادي الاهلي. مظبوط. امتلك الكوره زي ما انت عايز بس في التلت الاخير اللي هو التلت مالكش خطوره المقلق مفيش خطوره خالص. مالكش خطوره صح خالص تماما يعني صح. لكن انت خلاص الحمد لله مباراه مهمه انك طلعت قبل النهائي في كاس مصر بحلوها بمرها بقى زي ما يكون غصب عنك يا اما تروح قلب المباراه دي النهارده مش هتفكر فيها، مش هتتكلم عليها ما فيهاش كلام كتير فنيا على فكره، وهتفكر في مباراه يوم الاربعاء ان شاء الله. لكن النهارده هو كلها مجهود بس مجهود بدني جري كتير قوي لكن على فكره مننا اكتر كمان. لو بصيت على فرقه بيراميدز ما فيش حد فيهم بيجري، حتى اللي بيجري بيعمل خطوه والتاني يعني تعبيرات وشه مش قادر. ايوه فاهمني. ده اللي انا كنت عايز النهارده استغل الموقف ده. أيوة. وممكن تكسب النهارده سهل جدا بس في اخطاء. في اخطاء لكن في الاخر بتقول الحمد لله طلعت قبل النهائي بظروفك بقى باصاباتك الكتير بالاجهاد اللي موجود مباريات على طول ورا بعض على طول والمفروض بتلعب فريق كبير يعني بين قوسين المفروض فريق كبير
لكن كان نفسي نستغل حاله بيراميدز النهارده دي وتعدي تكسب أيوه. تكسب مكسب كويس تكسب مكسب كبير مكسب كبير باداء بكل حاجه لكن في الاخر بتقول بس انت ظروفك برضو غير طبيعيه يعني انا بقول لك انا عندك نسبه اصابات وغيابات كبيره قوي في الاول ظروفك مش طبيعيه اصابات كتير بتحصل حتى في التمرين بيرسي تاوب بيشوط الكره تعور النهارده هاني برضو هاني دايس على نفسه محمود وحيد من نص الشوط الاول وكان بيعاني من اصابه عشان كده خرج الشوط بين الشوطين هاني برضو مجهود كتير قوي لكن هل الاجهاد بس يا كابتن علاء لا هو سبب الاصابات لا لا, لا لا طب ايه الاجهاد ممكن قله تركيز ممكن على فكره ممكن ايمن وانا مجهد انا ممكن كلاعب احافظ على نفسي تقنن أيوة. مجهود اقتصد شويه في تقتصد مجهودك يعني بالظبط تلعب كره سهله ايوه كره مضمونه اقل كميات الجري اللي هي ملهاش يعني لازمه اللعيب الذكي ما انا قلت لك قبل كده بيعمل استشفاء نفسه في الملعب بلاش جري كتير بلاش قطع مسافات كتير بلاش الملعب يبقى واخد مساحات كتير منك انت كفريق بالعكس ضم المساحات قد ما تقدر على قد ما اقدر كره بسيطه جدا من رجل لرجل من غير حركه كتير من غير جري كتير بيراميدز النهارده سايب لك مساحات كتير قوي الشوط الثاني مساحات اعمل فيها اللي انت عايزه الشوط الاول لا يعني شوط فنيا عدى مرحله الفقير يعني فهمت فقير جدا لكن انت برضو في اوقات بتصعب الامور على نفسك عدم الحركه من غير كوره برضو بتصعب الامور على نفسك يعني الكوره اللي عملها ديانج النهارده وعدى لوحده انا متاكد ان ديانج النهارده بدنيا مش في احسن حالاته مش بالظبط خالص واضحه يعني في لعيب الكوره بيبان عليه ان هو النهارده بدنيا مش في احسن حالاته لكن الكوره اللي زقها في الاخر وجري واخذ فاول دي لان الحركه في الثلث الاخير مش هي وبرده في تسرع كتير شوط ثاني يا ايمن لو جبت كميه بس كميه تمريرات مقطوعه مش طبيعيه مش طبيعيه ودي برده حاله غريبه شويه لعيبه النادي الاهلي طول ما تعبان كل ما تعبان حافظ اكتر على الكوره لازم الكوره هي تتحرك الكوره عمرها ما هتتعب بس انت تمريره خطا تمريره خطا هتجري هتقدر تقطعها ثاني هتقلع انتاج عليها هجمه مرتده الهجمات بتاعتهم ما فيهاش خطوره بس اسمها اتقطعت منك الكوره يعني الهجمه الوحيده المرتده اللي جت عليك النهارده في الشوط الاول من ديانج ايوه عبد الله سعيد حطها فوق العرض لكن في الاخر انت ب ب بت بتحاول تعدي مباريات يا ايمن وتقول الحمد لله حقق الهدف ايوه الحمد بالزبط. لله حققت الهدف يعني مستوى البدني اللعيبه وحته الهدوء ان شاء الله هتيجي حته الاستشفاء هتيجي صح. لعبتك المصابه هيرجعوا النهارده حسام حسن اول هدف ليه مع النادي الاهلي هدف مهم جدا فايده على فكره النهارده وميزه مباراه الاهلي النهارده طلعت منها يعني زي بقول لك انا كل حتى مباراه لو مش حلوه فنيا بس خد منها احسن حاجه رجوع حسام حسن النهارده وهدف مهم على فكره طبعا جميل الناس كلها فرحانه ليه وانا اساسا كنت مبسوط جدا هو احرز هدف النهارده وهدف مهم طمنك على المباراه تماما بغض النظر زياد طارق برده من ضمن الايجابيات طبعا زياد كل ما بيلعب الايمن حتى لو وقته قليل بيثبت ان هو مزبوط. جاي في لعيب موهوب جاي تعتمد عليه صح. الفتره القادمه ان شاء الله ما عندوش مشكله عنده شخصيه مزبوط. ما بيخافش بيهاب الموقف دي حاجات مزبوط. حاجات كويسه جدا صحيح. في الزياد فانت بتاخد دايما حتى لو بقول لك المستوى الفني مش اللي انت عايزه لكن تاخد دايما الاجابات الماتش الحمد لله صحيح. قبل النهائي حسام حسن هدف مهم جدا صحيح. زياد طارق بيثبت لك من يوم عن يوم ان هو لو اعتمدت عليه ما فيش مشكله خلاص صحيح. شخصيه اللعيب بتبان حتى في فترات متباعده كده أيوه. بتمنى اللعيبه النهارده ياسر ابراهيم ورامي مباراه عاليه جدا صحيح. جدا جدا نجوم مباراه النهارده هم الاثنين ما اقدرش اقول ولا ده ولا ده أيوه. لكن رامي وياسر النهارده امتياز مزبوط. امتياز بجد مزبوط. فدي برده ميزه ثانيه فهي كلها مميزات ابعد شويه عن الحته الفنيه وشكلها فني قوي لكن خد النهارده من الحاجات اللي كلها حاجات فرديه بعض ايجابيات بعض الايجابيات حسام على 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 رامي على ياسر زياد بس هناك لان المباراه لو اتكلمت فيها فني ما فيهاش فن ما فيهاش كوره بس كنا هنتكلم ما فيهاش كوره لكن في الاخر بتقول الحمد لله طلعت قبل النهائي الحمد لله رب العالمين كابتن عادل الف مبروك فوز مستحق النادي الاهلي برغم الاجهاد والغيابات طيب بص افضل حاجه في النادي الاهلي انه حتى لما بيبقى مش كويس ها بيكسب احنا ما كناش كويسين النهارده المباراه كلها ما كانتش كويسه من ناحيتين يعني من ناحيه الاهلي ومن ناحيه بيراميدز الاداء ما كانش جيد اتكلمنا على الاجهاد واتكلمنا على الحاجات دي حتى موضوع الاجهاد ده بقى خلاص زهقنا منه مش عايزين نتكلم لانه موضوع الاجهاد احنا بنتكلم فيه من 3 4 شهور ممكن يتعدل ممكن يتعدل يعني يتعدل في اسبوع لكن خلينا نتكلم انت النهارده كسبت والجميل في الفرق الكبيره
ان هي لما بتبقى مش جيده بتكسب. وبعدين خلي بالك كسبان فرقه تقيله يعني، مش كسبان برضو اي فريق يعني. بيراميدز برضو انت بتتكلم على تاني الدوري، بص بتتكلم على فرقه عندها اسماء تقيله. بص اولا دي فرقه في كره القدم، ها انا من وجهه نظري مع احترامي ليهم، دي فرقه مش متكامله، دي اسماء بس زي ما الكابتن علاء قال. انا مقتنع بدي. ليه؟ ما عندهمش ولا روح ولا عندهم اي فكر، وفرقه ناقصه كلها يعني، اسماء في اماكن عشوائيه، هنا في مكان كويس، ده اسمه وده اسمه وده اسمه وده اسمه، ولكن تيم كوره يعني الـ 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 الاسماء اللي عنده دي لازم تاخد بطولات. ايوه لكن ما عندهمش التناسق ولا التجانس، هم شغالين في الخليج بس، انت فاهم؟ هي فرقه شغاله في الخليج بتكون نفسها وخلاص. لكن خلينا نتكلم على النادي الاهلي النهارده، بغض النظر عن الاداء، بس انت كسبت النهارده، عندك مشاكل، عندك انت بنقول اجهاد، وانا مش مقتنع بيه ولازم يتحل موضوع الاجهاد ده. موضوع الاجهاد بيتحل بسهوله، ولكن يجب انك انت في الوقت الحالي انك لازم تعرف انك داخل على مباريات اقوى، لازم هتلاعب لعيبه في اماكن تانية. يعني النهارده لما اتكلمنا على في التايم الاولاني على قفشه لما لعب ناحيه اليمين، ايوه انا في حاجات كتير قوي بتخلي اللعيب هو مجهد كمان يعمل مجهود اكتر. يعني بمعنى ايه؟ افهمك دي يا كابتن ايمن، لان دي مهمه. اللاعب المجهد اللي هو مش سبرينتر، لما تخليه يلعب في مكان لازم يعمل سبرنتات، اللي بيحصل بيجهد ازيد. يعني انت كده بتجهده ازيد. اللعيب المجهد دايما نقول له، او الفرقه المجهده بنقول لهم ايه؟ انقل، قرب من بعضك، ما تعملش مجهود اكتر، خلي الكره هي اللي تجري، انت فاهم؟ لكن لما تيجي انت تشتغل بقفشه مثلا ناحيه اليمين، اللي هيحصل كده. ولكن في اخر الامر انت النهارده خدت وصعدت قبل النهائي، مظبوط. المانيا في سنه 90 والارجنتين في فاينل كاس عالم، الالمان في الوقت ده والارجنتينيين ما كانوش كويسين الاثنين. المباراه خلصت بجون بنالتي بريمي اللي حطه البنالتي. المباراه كلها كانت فيها ايه؟ تقفيل، واقفين وما بتحركوش والحاجات دي، لانه كانوا في اخر البطوله. قصدي من الكلام ده ايه؟ انت النهارده وانا بتكلم على لعيبه النادي الاهلي رغم المكسب، بس انا عاوز اقول لهم حاجه مهمه. النهارده انت في الثلث الاخير من الدوري والثلث الاخير من السنه، لازم تلعب الكوره الاقتصاديه. بمعنى ايه؟ انك ما اقتصر الجري كتير، العب السهل، سلم واستلم واتحرك. اكيد سامي بيقول لهم الكلام ده، ما تدخلش نفسك في معطرات، ما تجريش كتير، ما تغلطش كتير في الباص، ما هو كل الحاجات دي. انا ليه بقول لك على فرقه بيراميدز دي من وجهه نظري؟ انت لو حطيت الاسماء بتاعتها كلعيبه كويسه، ولكن بيعملوا كل حاجه خطا في كره القدم، يعني في كل حاجه. يعني حتى كمان لما مشي ايهاب جلال، راحوا جابوا راجل، انا اتكلمت اكتر من مره، انا مش زي الناس اللي هم بيجروا يقول لك بيباص وبيعمل واحده وما بيعملش الثانيه. بمعنى بيعمل اول اللي هو الباص والتحرك، ما بعد الباص والتحرك بيعمل ايه؟ ادي فشل في وادي دجله. ولكن هو طريقه جديده. احنا الصراحه انا مستعد اطلع الكابتن علاء دلوقتي احسن مدرب في العالم. ممكن اشتغل على الاعلام شويه، ده بيلعب كره من تحت وكره من فوق وكره ومن كره والحاجات دي، ده اللي عمل الراجل ده. فانا عايز اقول لك النهارده المباراه في مجملها تكتيكيا، لا مباراه متوسط، اقل من المتوسط كتير قوي من الفرقتين. ولكن افضل حاجه عند النادي الاهلي انه يكسب وهو تحت المتوسط، ودي حاجه كويسه قوي، لانك لما هتفوق وهترجع لمستواك الطبيعي مش هتخسر حاجات كتير. انا اتمنى بقى الكلام ده يبقى في الدوري كمان. أيوه. انك تجمع ابناته في الاخر، علشان يعني انا ماتش الزمالك مثلا كنا لو جمعنا فيه بونتين كنا بعدنا عنهم خالص. بمعنى ايه يا كابتن؟ بمعنى ان انا اتمنى
اتمنى ان انت تنهي الدوري انك هتدخل في مرحله فيها شك كتير في كل الفرق، بس انت اكتر علشان الماتشات كتيره قوي. أي. تلعب يوم الاربعاء تلعب زب. حاجه تانية مهمه اللي انا عايز اقولها لك، انت في الوقت الحالي هتدخل، هل المدرب اللي جاي هيشتغل امتى؟ هل هيشتغل الاسبوع الجاي؟ هيشتغل الاسبوع اللي بعده؟ ولا هل ايه الموضوع اللي هيحصل؟ ما هو دي كمان فيها تغييره، انت فاهمني؟ فيها تغييره كمان، فالتغييره في الوقت اللي احنا قاعدين فيه في الثلث الاخير انا يعني عايز اقول لك هي ضروريه، ولكن لازم تبقى محسوبه تماما. أيوة. وتبقى سريعه تماما، لانه لو اكتر من كده الوقت يعني هيجري مننا شويه. بمعنى أيوة. ايه؟ بمعنى انت داخل في مرحله صعبه قوي، مرحله المباريات الكتير، المباريات أيوة. الكتير، المباريات الكتير. وفي الاخر انا بقول مبروك، اهم ما في الموضوع انت وصلت للهدف بتاعك. وصلته صحيح. الحاجه الثانيه المهمه، لازم نشتغل شويه على الاستشفاء. مفيش حاجه اسمها تدريب في الوقت الثلث الاخير ده، خلاص فيديو واستشفاء، فيديو واستشفاء، علشان مش هتقدر. اي نعم عندك جزء انفت تحت، ما بيلعبوش لعيبه، ما بتلعبش كتير، بس لما تلعب وانت يعني انفت احسن ما تلعب وانت اوفر تريننج، ممكن أي. تتعور وتتصاب، لكن انت مش فت صحيح ممكن تيجي بالماتشات والحاجات. صحيح. كابتن بلال الف مبروك، الاهلي خلص على طموح بيراميدز النهارده. عندك اعتراض؟ انا اقدر اعترض ده كلام. لا بص، انا اتفق مع الكباتن الحقيقه، اتفق مع الكباتن في حاجه مهمه جدا جدا جدا. انت بتلعب فرقه الطموح داخلي الحقيقه، طموح داخلي، طموح من جواه، ما بيرتقيش انه يخرج بره. أيوة. تمام، انا طموحي جوايا، لا هيفضل جوايا طول عمري، بقى اخرجه باللسان، بخرجه بالضحك، بخرجه بالهزار، لكن انا طموحي جوايا ما بيتعداش، او ما ادخل ملعب. أيوة. كل حاجه بتنتهي. الاهلي النهارده كسب عشان هو النادي الاهلي، صح؟ تمام، لا قدرات ولا امكانيات ولا لاعب ولا، لكن انت كسبت عشان انت النادي الاهلي. تمام. اسم وقيمة وتقل النادي الأهلي حتى في أصعب الأوقات بترجح كفتك. في أصعب الأوقات بترجح كفتك. يعني النهاردة ماتش كورة، لا مفيش ماتش، أنا مش شفت ماتش كورة، بس شفت مباراة أنت عايز تكسبها. صح. فقدرت أن أنت تكسب وعرفت تستغل، خد بالك. مظبوط. ودي من الحاجات المهمة جدا طبعا، أن إمتى أكسب فرق كبيرة طبعا وأنا تعبان طبعا، إمتى أكسب بأقل مجهود، إمتى أكسب تمام وأنا حتى بلعب فرقة المفترض أيوة. ان هي المباراه دي مباراه ديربي، خد بالك، المباراه دي لكنها لا ترتقي ان هي تكون مباراه ديربي الحقيقه. تمام، انت بتلعب فرقه حارس مرمى قدراته وامكانيات اقل من العادي جدا، حارس مرمى بيراميدز يعني اقل من اي حاجه. تمام، الدفاع ممكن يجي فيه 3 4 تجوان مستريحين، خد بالك، احنا بنحلل فرقه بيراميدز يعني، دفاع ممكن اقل من العادي جدا، بسهوله جدا الشوط الاول كان ممكن تسجل اهداف، وبسهوله جدا الشوط الثاني سجلت هدفين، وكان ممكن تسجل، كان ممكن تسجل اكتر من كده. هم يمتلكوا وسط ملعب جيد الحقيقه. ايوه، الطرفين اللي قدام الاثنين اللي بيلعبوا تحت الفراوده امكانيات يعني امكانيات ممكن نقول على الورق جيده. أيوة. على الورق، لكن قيمه داخل الملعب الحقيقه انا ما شفتش يعني اي يعني النهارده يعني تحيه وتقدير طبعا لرامي ربيع النهارده اللي بعتبره مان اوف ذا ماتش النهارده. صحيح. مع ياسر ابراهيم عمل شغل كويس، محمد هاني النهارده لفترات كتيره كان كويس، محمود وحيد في الحاله الدفاعيه كان برضو بيأدي بشكل جيد. على المستوى الدفاعي احنا كنا واقفين كويس قوي لحد اخر الماتش صراحه يعني. الثلاثي الامامي بتاع بيراميدز كان حركته مشلوله طبعا. مزبوط. طبعا طبعا. مزبوط. مفيش لا واحد ضد واحد. صح. مفيش، خد بالك، الكرات اللي فيها سرعات اختراقات، مفيش اي حاجه خالص، انت قفلت بشكل كويس. مزبوط. تميزت الحقيقه دفاعيا بشكل جيد جدا. صح. ودي الحقيقه الميزه اللي بتشتغل عليها وانت مجهد وانت تعبان. صح. تمام، انك تبقى بتدافع كويس، وده اللي على فكره قلنا ما بين الشوطين، قلنا مطلوب منك ان الشوط الثاني انك تدافع كويس قوي، ما تفتحش الملعب. صح. انك تلعب زون ديفنس وتشتغل على هجمه مرتده سريعه. مزبوط. النهارده لو قفشه كان في حالاته كان ممكن يسجل النهارده 3-4 اهداف مستريحين النهارده يعني. حتى الجول اللي جه فينا جول ساذج شويه بلغه الكوره يعني، جول ساذج.
مش في توقيت يعني ملوش لازم يعني بيشبهنا بالجول برضو بتاع السنه اللي فاتت برضو نفس يعني قريب شبيه منه. لكن انت قدرت تكسب قدرت تحقق الهدف المطلوب كابتن علي قال حاجه مهمه جدا، انت بتلعب مباراه كاس. ايوه مباراه كاس يعني انا بعدي ماتش بماتش خلاص، انا ما بعملش بلان كده لبعد كده دوري وهشتغل، لا انا بلعب مباراه كاس مطلوب في 90 دقيقه نكسب مكسب. خد بالك وقبل كده انا مش بس بفكر في مكسب، بس انا بفكر ان انا ما اروحش للاكسترا تايم. صح. دي برده مهمه جدا. أيوة لان انت اصلا كمان بتمر بحاله مش طبيعيه، حاله استثنائيه. ده انت كمان عندك ماتش بعد 48 ساعه. أيوة. وده موضوع صعب جدا جدا جدا، فكان مهم جدا النهارده انك تكسب. انت خد بالك احنا عشان بس الارقام تبقى بقى مختلفه، نخش في الارقام الطبيعيه. يعني انت كل الناس بتتكلم الاهلي كسب 3 وبيراميدز كسب 3 وتعادل 2 وهم 8 لقاءات، خلاص انت ابتديت تخش في وضعك الطبيعي. صح. ان انا لما ابتدي اخش في منافسه مع الخصم كنتائج، لا انا اللي متفوق، انا اللي اكسب. مظبوط. انا اللي متفوق. مزبوط. انا اللي بكسب. تمام. هو التاريخ بيقول كده، الاهلي في مصر هو افضل فريق. الاهلي في مصر بشخصيته بامكانياته هو افضل فريق. النهارده مين مين النهارده او هات لي اي فرقه ممكن تكون مجهده بالشكل ده وبتأدي بالشكل ده وتكسب ماتش زي كده؟ صح. صعب جدا. طبعا. صعب جدا جدا جدا. طبعا. الا اذا كنت بتمتلك شخصيه الناس بتهابها او الفرقه بتهابها. الفرقه نعم يا كابتن. صح. الفرقه طبعا يعني مين النهارده، اي حط اي فرقه مكان الاهلي النهارده بتمر بالحاله دي تتغلب على طول. صح. على طول. صح. دون نقاش. صح. لكن انت عشان انت النادي الاهلي تمتلك شخصيه كبيره جدا والناس بتخاف منك وبتعمل لك الف حساب، حتى في اصعب الظروف بالنسبه لك بتقدر تكسب. مزبوط. وده المطلوب الفترة اللي جاية. يعني بحيي سامي على المكسب الحقيقة. طبعا. تغييراته جيدة، تغييرة العمالة الحقيقة كانت تغييرة رائعة جدا جدا جدا. يعني هو ممكن يبقى مصاب، بس التغييرة كان ممكن لعيب لعيب تاني. مزبوط. تمام. لكن انت خلاص بتحاول تشتغل في الحتة الهجومية. صلاح محسن كان له بصمة في تسجيل الهدف الثاني الحقيقة، الجامب بتاعه ورايحها بشكل كويس لمجدي أفشل اللي عملها لحسام حسن. تمام. وساعدنا فيها الشريف اكرامي بشكل كويس جدا جدا، يعني احنا بنحييه وبنشكره على المساعده اللطيفه دي. ايوه ما هو لازم ايوه ما هو ده لازم عشان الطموح يكتمل. ايوه عشان الطموح يكتمل. انا عايز اقول لك على حاجه، انت هجيب جول ازاي اذا كنت اتغلطت؟ ايوه لازم تغلط عشان اجيب جول، الا اذا كنت انا مارادونا يعني. تمام. ده موضوع هناك في الارجنتين. لكن هو يعني حسام صعبها على نفسه شويه لما سابها. لا هو صعبها على نفسه شويه. هو حطها كويس، لازم يدوس على الكوره عشان يبقى واجها لواجه للشريف اكرام. بالظبط. تمام. بس الحمد لله شريف حلها له. تمام. فبرضه يعتبر كان واجه لا برضه لا ده لا يقلل من تعامل حسام مع الكوره برغم صعوبتها بعد كده. هو عدل بعد كده. ايوه بالظبط. يعني هو بالزبط. استلم وحش او ما استلمش وحش. سابها. الفكره صعبها على نفسه شويه، كانت وحشه. لكن طبعا التسجيل التصويب التنفيذ او التنفيذ بعد كده كان بشكل جاي مميز. مزبوط. كان بشكل حلو يعني. مظبوط. عشان نقضي على الظاهره اللي بتتكلم، يعني انت برضه لازم تقضي على الظاهره اللي طالعه لنا كل خمس دقائق في البخت. طموح الفرق الثانيه وامكانيات والقدرات وان الفرقه دوري. ايه يا عم انت بتتكلم عليه دوري؟ ايه وكاس ايه وبطوله؟ ده انت بتتكلم عليه استحال يعني. صحيح. كابتن علي حاجه مهمه جدا قال، يعني عارف انت لما يكون عندك حاجه هش وانت شايفها ان هي حاجه قويه. تمام. هي كده الفرقه كده بجد يعني. مش انت يعني في تخيلي في كره القدم. تمام. لما بتلعب اسماء زي اللي قدامك دي، يعني المباراه طبيعه الحال تبقى رايحه جايه. انت ليك 3 4 فرص وله 3 4 فرص. انا عايز اقول لك ان بيراميدز حقيقه على جول النادي الاهلي مفيش فرص حقيقيه على المرمى. مظبوط. مفيش فرص حقيقيه. صحيح. ما هو الفكر انا بلعب، وهو ده خد بالك وهو ده فكر تكيس، هو ده الفكر بتاعه ان انا بلعب بباصي يمين وشمال ويمين وشمال، وفي الاخر المحصله بتاعتي زيرو. المحصله بتاعتي ان انا ما بروحش، مش فعال. ايوه. تمام. ما بسجلش اهداف. أي. ما بكسبش. هي دي المحصله بتاعتي. هو ده الاختيار خد بالك. أي. ما انا برضو نموذج الاختيار. انا بختار ازاي؟ نعم يا كابتن. ما عندهمش ايجابيه كابتن. بص هو طول الوقت يا كابتن. انا بص انا هقول لك بس بص هي ما هي فرق مدارس في الاختيارات كمان. طبعا. انا بجيب مدرسه بتشتغل ازاي او عايز منها ايه. هو النهارده بتعاقد مع مدرب وخلاص، هو شالوا قالدو جابوا شاهين. ما الفكره مش كده. ما انا لازم اعرف امكانيات المدرب بتاعي ايه. تمام. وهيوصلني لفين واتعاقد معاه. هو النهارده النادي الاهلي النهارده كتير قوي عمال نفكر في مدرب ليه، لانك انت عايز تجيب حد
يتماشى مع فكرك وطموحك وامكانياتك واللي انت عايزه. انما تكيس بيضحك علينا والله العظيم بيضحك يا كابتن. هو ضحك على مصر وفؤاد دجله عمال يلعب يقول لك ايه ده بيبني الهجمه. هجمه ايه اللي بيبنيها؟ ده يفضل ده لو هيبني مش هيشطب بعد 10 سنين. لحظه بلال عايز اقول لك كلمه مهمه قوي. النادي الاهلي لعبته اقل من النادي، بمعنى ما في لعيب هيجي النادي الاهلي هيبقى اكبر من النادي، انت فاهم؟ لان النادي صرح كبير. صحيح. بيراميدز العكس، العكس تماما. اي لعيب تاريخه هيبقى اكبر من النادي بتاعه، انت فاهم؟ فما فيش سيطره عليه، ما بيسيطروش عليه خالص. صح. يعني ما فيش اي سيطره. مظبوط. فعلشان كده ده اللي بيحصل يعني، انت فهمتني؟ صح. انا اتفق معاك جدا يا كابتن، اتفق. ما فيش، ما هو بص، هو انت النهارده، انا اسف، انت مشيت عبد الله السعيد ليه؟ مشيت رمضان صبحي ليه؟ لان اديته ساعه، اديته ساعه ليه؟ تمام. وفتحي عاشور، ما دي كلها اسماء كانت كبيره. لا، ما انا عايز اقول لك، انا كنت عايز اكمل لك الفكره. ايه لما تيجي تسيطر، بص، اجمل حاجه للمدرب، اجمل حاجه للمدرب، ادينا بنتناقش. حلوه دي، ماشي. حلو. اجمل حاجه للمدرب. انت عايز تخلص؟ لا بالعكس، ياخد راحتك. ايوه يا كابتن. احسن حاجه للمدرب ان ادارته تسنده، وانه ادارته تقويه اكتر من اللعيبه. دي حاجه مهمه، ودي في الاهلي. اما في اي حته تانية بيبقى اللعيب اقوى من ادارته حتى، واقوى من مدربه. فدي اللي مخلي النادي الاهلي لو النهارده اداؤه مش جيد بس يكسب، لانه عارف ان في حساب. صحيح. الفرقه الثانيه هم اكبر من ناديهم وما عندهمش حساب. صحيح. عشان كده خلصنا موضوع الطموح. نطلع لفاصل ونرجع لكم مره اخرى. ارجوكم انتظروا. نرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن شريف، تفوق النهارده سامي وصان على تاكس. لا، ده في فرق كبير قوي. ايه بقى؟ قول. لا مستر تاكس، احنا بنشاهده وبنعرف عنه كل حاجه. في حاجه علاء؟ لا، بتكلم في حاجه ثانيه خالص. لا، بتكلم احنا بنقول اي حاجه. تقول ايه يا كابتن شريف؟ لا، مستر تاكس من ايام وادي دجله وهو عنده سيستم بيلعب بيه، يدور كوره مع الامكانيات اللي كانت موجوده في وادي دجله، خلالهم شكل وخلالهم طبيعه. فكسبوا كسبوا، ما كسبوش شكرا. انما هم كافراد اسماء جامده، ويقدروا ينقلوك ملعب، ويقدروا يودوك، ويقدروا يجيبوك. وعندنا اصابات كتير قوي، هو ما عندوش اي حاجه. عنده يمكن ابراهيم عادل ده بس اللي انا سالت عنه، قالوا لي متعور. فشكل الملعب حتى مش عارف يعني، ما تحسش ان في غير لعيب واحد هو التعليمات عنده. عبد الله السعيد. لازم عبد الله السعيد يستلم الكوره عشان يبتدي يحدد هويه اللعب، يلعب الفرقه. مظبوط. هويه اللعب بتاعه الفرقه دي هتبقى عامله ازاي. حتى في لعيبه زي رمضان مثلا، رمضان تروح له الكوره بقى، هو كل شكل رمضان انه عايز هيعدي منك عشان يعدي من واحد، ومش عارف بعد كده بعد ما اعدي انا هفكر ازاي، او بعد ما اعدي ايه اللي انا هعمله. انا بفكر بس ارقص وخلاص. عبد الله السعيد كل فكره هز ثقة لعيبة النادي الاهلي، وهم ادي البليسنج اللي انا بقول لك عليه، والشكل الجمالي اللي هو ممكن كان يعملها ان بتوين لواحد يروح اسهل جدا يجيب جول. انما هو عبد الله لازم ينفذ باسمه. والبصمه تبقى بصمته يعني. وفي نفس الوقت الشكل اللي انت شايفه ده خطا في تمريره من النادي الاهلي، انت اللي جايبهم عندك هنا. انت اللي مبصي في المنطقه دي ما خرجتش كره. انت لازم تعرف امكانياتك النهارده ايه، وتسهل الكره زي ما احنا قلنا، الكره هي اللي تجري. وانا بابسط الامور اقدر اصطاد. دايما انت ربنا وفقك في الجول اللي انت جبته اول هدف. انما دايما تحس مع النادي الاهلي في حاجه واحده، في اللعيبه. اللعيبه متعوده على رغبه الفوز، هي دي اللي بتفرق عن اي فرقه تانية في العالم. اللعيبه دي مش متعوده على التعادل، ولا متعوده على انها تتغلب. تحس عندهم مسؤوليه كبيره جدا وهم بيلعبوا. هي دي الجميل في التيشيرت الاحمر، مسؤوليه المباراه بتبقى دايما على عاتقه. دايما مطلوب منه انه يبقى جوه ال 18، مطلوب منه دايما هو فين من الجيم. عشان كده انا بجي اقول لك النهارده حاله اجهاد عام، لانك على فترات لما انا بتلاقيني الناحيه الثانيه ببقى موجود، وعشان انفذ التركيز رايح منك، التعب مسيطر عليك، الخوف على انك تنهي هجمه غلط مش موجود، الكلام ده. انما
في لعيبه كتير قوي بتحاول تسد الثغرات وتحاول تسد النقص. اللي احنا لازم نتكلم فيه ان لما يلعب صلاح محسن بقاله كتير ما بيلعبش لازم يكون موجوده قد كده 10 مرات. لما يكون موجود طاهر محمد طاهر وبيلعب على فترات برضه لازم يكون صاحب مسؤوليه المباراه. كل واحد يبقى لك انا النهارده اللي هكسب النادي الاهلي، واحنا في حاله تعب واحنا مرينا بالحاجات دي كتير كلنا. هو ده اللي احنا بس بنبص له. طبعا الهدف ده بيبين لك قد ايه الحكايه، الفرق بينك وبين فرق البيراميدز. الهدف ده هنحلل الهدف في الاخر ان شاء الله باذن الله. الراجل بيعمل تكوف مع حسين السيد وبيفكر ومركز ونفذ ودخل الجول ودخل بهذا الشكل. وطبعا شريف الحكايه عنده مؤخره شويه في التنفيذ يعني. انما عندهم سرعات، عندهم كل حاجه، انما كل واحد فردي. ما عندوش تعليمات، ما عندوش النهارده انتوا لو اتغلبتوا لا هيحصل عقوبات وهيحصل، ما فيش كلام ده. ما سمعتش انا الكلام ده. انا زي ما قال لك عادل كده، فرقه جايه تكون نفسها من طموح معين يعني. فانا بشكر لعيبه النادي الاهلي على الامكانيات اللي هي موجوده النهارده البدنيه، قدروا يخرجوا بالماتش ده وقدروا واقفين على رجليهم محترمين القسم ومحترمين حاله الاجهاد اللي هم فيها ونفذوا على قد على النحو ده. فمبروك لسامي قمصان انه على الاقل كان عنده فكر ان هو بيغير صح. مظبوط. وبيعمل الجواكر اللي عنده وبيستغل الامكانيات اللي عنده بالاوراق الموجوده. صحيح. فجود لك النهارده وان شاء الله على نفس المنهج كده وربنا يوفقه في الفتره اللي هو موجود فيها. الحمد لله وشه حلو على الفرقه. الحمد لله من 5 مباريات كسبان 4 مباريات ومتعادل مباراه مع الزمالك. مع الخصم التقليدي يعني. صحيح. طيب مبروك يعني. نروح لزميلنا فاروق صلاح ولقاء مع الكابتن السيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. من جديد ده بجد التحيه بيك يا كابتن ايمن وبضيوفك الكرام وبكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. عقب نهايه اللقاء وفوز النادي الاهلي على فريق بيراميدز بنتيجه 2-2 وصعود الاهلي لمباراه الدور قبل النهائي طبعا لمواجهه فريق بتروجيت في نسخه كاس مصر، يسعدنا ان يكون معنا في هذه الاثناء كابتن سيد عبد الحفيظ. كابتن سيد برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي. مباراه في ظروف صعبه امام خصم قوي جدا، واحد من الفرق القويه في جدول الدوري، لكن النهارده دايما بنقول شخصيه لعيبه النادي الاهلي. النهارده النادي الاهلي بيحقق فوز غالي على فريق بيراميدز النهارده وبيصعد للدور قبل النهائي. الحمد لله طبعا يعني مباراه في الكاس ومباراه احنا داخلنا في غيابات كتيره جدا جدا وفي ضغطه مباراه برده كتيره قوي، لكن برده الواحد دايما الناس بتتكلم عليها وبتعلق، لكن هو ده اللي هو رهانك الكبير شخصيه الاهلي يعني منظومه الاهلي، الاسم بتاع الاهلي، اللوجو بتاع الاهلي. اللعيب مهم جدا 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 في المنظومه لكنه هو جزء من المنظومه. الـ 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 الاساس هو الفانيلا، الاساس هو الاسم اللي بتلعب بيه. فيعني الواحد على طول بقول لهم على طول مهما كانت الغيابات المهم هيبقى فيه 11 واحد موجود، لازم تتحلى بالشخصيه اللي انت بتلعب بيها، بالنادي اللي بتمثله، بالفانيلا اللي انت بتلبسها، هي دي الرهان يعني. الحمد لله طبعا كان غيابات كتير قوي، الحمد لله كابتن سامي ادار اللقاء في منتهى 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 الذكاء والحكمه، الحمد لله رب العالمين يعني. كابتن سيد الاهلي بمن حضر كلمة أصبحت ليست مقتصرة فقط على اللاعبين، بأي فرد داخل منظومة الجهاز الفني، كابتن سامي موجود، الكابتن سيد، الجميع بيدافع عن قميص النادي الأهلي ونسر النادي الأهلي. وعشان كده أنا بقول يعني الواحد طول عمره بيحارب عشان المعنى ده، إن أنت عندك أساس وعندك تاريخ وعندك مبدأ وعندك قيم وعندك أسس ماشي عليها، اللي بيخش ممكن يضيف لنا حاجة، سواء كانت لعيبة أو كانت أجهزة أو كان مدير كورة أو أيا كان ممكن يبقى فكره كويس، فكره متجدد، شخصيته كويسة، شخصيته قيادية، شخصيته عالية، لكن الأساس هو نظام النادي، الأساس اللي أنت داخل عليه، تزيد شوية بقى من أفكارك ومن اقتراحاتك ومن أسلوبك، كلام جميل جدا، لكن المنظومة نفسها أساسها هو النادي وتاريخه. كابتن سيد النهارده ثقة لحسام حسن، ثقة في أحمد نبيل كوكا، ثقة لزياد طارق، أعتقد دور الكابتن سيد الكابتن سامي مع اللاعبين خلال الفترة القصيرة دي. والله بص يعني هم لعيبة كبيرة ولا ما كانتش تلعب في النادي الأهلي كلهم يعني كلهم، فخلاص يعني حتى الصغير بقى يعني مهم جدا إن يبقى فيه. بص على مستوى العالم في حاجتين يعني الناس بتختلط بيهم يعني التغيير والتطوير، ما فيش حد بيتغير، سلوكه ما بيتغيرش يعني 1% على مستوى العالم اللي ممكن سلوك واحد مثلا واحد انسان مش نظيف يعني على مستوى العالم هتلاقي 1% بس اللي اتغير،
واحد انسان مش صاحب يعني حقوق اتعملت له وناس ساعدته وناس وقفت جنبه وناس وناس وناس، ده مش هيتغير خالص. لكن في واحد ممكن يتطور بقى في ادائه، يتطور في فكره شويه، فالتغيير والتطوير مختلفين شويه. انا عارف ان اللعيبه الصغيره دلوقتي خلاص بقت في مرحله التطوير بقى، يعني انت لازم تطور من ادائك، لازم تطور من انتاجك. فكره ان انا لسه طالع من الناشئين عايزين نحطها على جنب شويه، احنا لعيبه بتلعب في وسط اللعيبه كبيره ووسط نجوم كبيره ووسط فرق كبيره. يعني كابتن سيد، خلال الفترة الأخيرة والساعات الأخيرة أخبار عن المدير الفني القادم للنادي الأهلي، أخبار بتقال على السوشيال ميديا، إزاي قدرتوا تفصلوا اللعيبة عن هذه الأمور؟ أنا عارف إن دور حضرتك مع اللاعبين بالفصل التام، عدم النظر لهذا الأمر من خلال لما يكون الإعلان من خلال مجلس إدارة النادي الأهلي. بص، هي مش شغلتي وبالتالي مش شغلة اللعيبة، ده شغلة المجلس، شغلة الناس المختصة، شغلة الناس اللي بتختار يعني. فكل واحد لازم يقوم بدوره. أنا من دقيقتين ثلاثة بقول لك كده، منظومة الأهلي في كمان في توزيع الأدوار، كل واحد له الدور بتاعه. اللي عنده تطلع لحاجة أكبر من منصبه يعني يرفع إيده ويبقى الناس هتحييه وهتحترمه يعني. فكل واحد له دوره وكل واحد له اختصاصه، محدش بيعديه. كابتن سيد، عايز أطلع من كاس مصر وأروح على الدوري. في الفترة الأخيرة سمعنا أخبار بعض الأشخاص، بعض الأندية بتطالب بإلغاء الدوري المصري النسخة هذا الموسم. شايف الأمر ده إزاي يا كابتن سيد؟ طيب قبل ما أروح للدوري بسؤالك، لازم بس أعدي شوية على كاس مصر الجديد اللي إحنا فيه يعني. يعني أعتقد إن مفيش أو الناس المختصة أو الناس المسؤولة في شؤون اللاعبين في النادي في الاتحاد المصري، أنا مش عايز أفاجأ إن أنا بكمل الموسم ده كاس مصر ده السنة الجاية بقائمه جديده ولعيبه جديده لاهداف معينه. ما ينفعش يعني كاس مصر والدوري في اي حته في العالم هو مرتبط بنفس السيزون اللي انت فيه، السيزون اللي احنا فيه، الدوري والكاس. ما لعبش ماتشين ثلاثه في الكاس وبعد كده شؤون اللاعبين يقول لك ايه بقيه المباريات السيمي فاينال والفاينال مثلا تتلعب الموسم الجديد، يكون الناس دخلت قائمه جديده ورتبت نفسها، ده مش فير ابدا يعني. فانا بلحق قبل الجوابات ما تختفي عشان الجوابات بتلبس طاقه لخفه بعد كده يعني. ده نظام هتقول لي احنا عملناها قبل كده ان الدوري بيخلص والموسم بيخلص، بنعملها لما كان في افريقيا. دلوقتي افريقيا بعت لنا جواب رسمي، الجواب ده لا ندورنا عليه ولا حاجه، هو موجود عندنا يعني، جالي امبارح يعني. القائمه الافريقيه هتبدا من 1/8 ل 15/8 يعني في عز الدوري. اذا مفيش اي داعي، الكلام ده مهم جدا، مفيش اي داعي ان الموسم يبقى مرتبط بالدوري بس، لازم الموسم يكون مرتبط بالدوري والكاس. قائمة الدوري هي قائمة الكاس، عندنا متسع من الوقت، الدوري هيخلص يوم 29، انا بتكلم ده على شؤون اللاعبين تحديدا في الاتحاد المصري، ان انت الدوري يبقى مرتبط بالكاس، ما تبقى يعني الموسم مرتبط بدوري وكاس، ما تقولش بعد نهاية الدوري هنفتح القيد الجديد ونكمل الكاس بالقائمة الجديدة، لا لا لا، ده مش فير خالص وما ينفعش يتعمل يعني. فاحنا بنقولها بدري شوية عشان الجوابات ما تبقاش يعني نقعد ندور عليها. الجزء اللي انت بتتكلم عليه يعني حتة إلغاء الدوري، أنا بشوف إن ده فكر فاسد يعني، مش وجهه نظر، في فرق بين وجهه النظر والفكر. وجهه النظر تحلل الموقف، تحلل المرحله، تحلل الاداء، دي وجهه نظر. لكن فكر فاسد اشبه بالعاهه يعني، ان انت تبقى راجل بتقول الغاء دوري. هات لي مره في ال 20 30 50 70 سنه اللي فاتوا اي دوري محترم في اي حته في العالم حد طالب بالغاء ابدا. المشكله ان اللي بيطالب بالغاء الدوري دلوقتي هو اللي كان بيتخانق على ان كاس السنه اللي فاتت يستكمل يعني، الدوري يتلغي وكاس السنه اللي فاتت اللي احنا بنلعب فيه دلوقتي، اللي احنا جايين نلعب بيراميدز وبنتعب وبنعمل معسكرات على كاس السنه اللي فاتت، هو نفس الفكر ان الكاس، ان الدوري يتلغي يعني. انا العب كاس السنه اللي فاتت اللي هو كاس البطوله الاقل يعني، والغي بطوله الدوري. طبعا ده ما ينفعش ابدا، ما يصحش وما ينفعش يتقال اصلا. لكن احنا بنسمح يعني، حتى اللي بيسال السؤال كاعلامي ما بيقولوش طب مثلا رواتب اللعيبه مين هيدفع لو لغينا الموضوع ده؟ سيبك ان هو مستحيل، لكن السؤال الاهم بعد كده، طب فلوس اللعيبه التعاقدات، احنا نادي يا اخي ملتزمين بفلوسنا يعني، هنديها تمام يعني، ماليش علاقه بقى او هتعاقبني ان انا مين ياخد الدوري، دي قصه تانية احنا بنكافئ عليه، لكن انا بتكلم على المبدا يعني. فبعيد واقرر مفيش دوري في العالم لا جمهور ولا مسؤول ولا اجهزه فنيه ولا لعيبه بتطالب بالغائه تمام. لما تيجي تعمل مقارنه كده تبقى مش عارف راسك من رجليك، مش عارف يعني انت هتبص يمين ولا هتبص شمال. احارب عشان العب كاس السنه اللي فاتت وبعدها باسبوعين اقول لك لا لازم نلغي الدوري دلوقتي يعني. فاعتقد ان ده فكر زي ما قلت لك فكر فاسد كمنظومه رياضيه يعني. اخر رساله تقولها للاعبين، عندنا ماتش سموحه، ماتش الجونه، مرحله صعبه جدا، تقولي للاعيبه النهارده اقول ان انا الكاس بحلو وبمر وخلص، كاس بحلو وبمر وخلص. عندي ماتش سموحه، ماتش من الماتشات الثقيله والصعبه جدا جدا بعد يومين يعني، احنا هنتمرن بكره وبعد كده هنسافر بعد بكره ان شاء الله الرحمن على اسكندريه. لكن يعني انا افتكرت حاجه دلوقتي يعني
كابتن محمد عادل حكم كويس جدا جدا جدا، بغض النظر عن الموقف بتاعه اللي هو حصل في مباراه الزمالك يوم 5/1/5/11، لكن لحد دلوقتي ما حكمليش خالص، من التاريخ ده ما حكمليش خالص. يعني مش معنى كلمه قالت او هو قالها يعنيها ما يعنيهاش، حس بيها صعب على، المهم مش ده الاساس، المهم ان هو حكم كويس فعلا. فمش ممكن ناخد ذنب كابتن محمد عادل على طول على مر الخط. يعني لو هنبص كده بقى ده احنا يعني 70% 80% من الحكام مش هتحكم لنا خالص، يعني خالص. فانا بقول شهاده حق، يعني هو الراجل يعني حكم كويس بغض النظر عن اي حاجه، فما ينفعش انا داخل على سنه ما بيحكمليش خالص. يعني اشكرك يا كابتن سيد والتوفيق. كابتن ايمن، اعتقد كلام في غايه الاهميه من الكابتن سيد عبد الحفيظ، ورسائل كتيره جدا للمسؤولين في الاتحاد المصري نتمنى عليها الاجابه. من جديد بتعود الكلمه للكابتن ايمن شوقي. شكرا جزيلا زميل العزيز فاروق صلاح. كابتن شريف، الكابتن سيد اتكلم في اكتر من نقطه، اتكلم طبعا على الدفع بالناشئين وازاي الناشئ يطور من فكره ويطور من ادائه مع الفريق الكبير ويستغل الفرصه ديت، اتكلم على ان خش بقى على النواحي الاداريه، الموسم لازم يكون مرتبط بالدوري والكاس معا، مش بمسابقه واحده، لا بالاثنين، دوري وكاس. اتكلم كمان عن الاصوات اللي بتطالب وتقول لك الغاء الدوري وكفايه كده قوي. خلينا ناخد نقطه نقطه. قالها الكابتن سيد ما خرجش بره التيشيرت الاحمر وشخصيه النادي الاهلي بالنسبه للاعبين والاداء وحاله الاجهاد اللي احنا موجودين فيها والمتلاحقه بالنسبه للمباريات. الراجل شرح نفس الكلام اللي احنا بنقوله هنا. نتكلم على الحاله اللي احنا اول ما انا اتكلمت قلت لك الارتباط بالناشئين، ولازم تبقى في علاقه بين ضخ بعض دماء الشباب مع اللعيبه اللي هي الخبره اللي موجوده دلوقتي دي. ده التايم، يعني بيبقى في تايم كده في لعيبه تخش وان شاء الله يبقوا معانا ويفضلوا موجودين يعني ان شاء الله. تالت حاجه نظام المسابقات والحاجات دي والترويج لاشاعات ان الدوري يقف وجس النبض للناس وجس النبض اللي حواليك سوشيال ميديا هم اللي بيبسوا دي الاغراض معينه واحنا عارفينها كلها. لو في خصم بتاعك هو الليدنج عليك في المسابقه مش هنسمع الحاجات دي خالص. لو اي حد بيشوف زهو النادي الاهلي وتصرفات النادي الاهلي زي ما قلت لك زمان، عايز تتعلم شوف النادي الاهلي بينتهي منين عشان نخلص من الحكايه. هم مسيطرين عليك الوضع بتاعك ومسيطرين عليك اللي انت فيه، حتى وانت مجهد جدا عامل لهم حاله، عامل لهم حاله مش عارفين حاله من القلق. يعني مباراه كانت لسه قريبه بيتعادلوا معاك ماشيين بيزمروا في الشوارع. يعني فهمتني انك انت تعادلت مع النادي الاهلي، دي حكايه. كنت متاخر وكنت ممكن اخسر مش مسميات الخصم، لا ان اي فرقه بتلعبك النهارده زي فرقه بيراميدز مثلا، اختلفت انا وعلاء على ان علاء بيقول هم اسماء، اسماء ما كسبوش، ادام ما كسبوش يبقوا اسماء، بس هم في افريقيا عملوا كده. فالدوري على طول التالت كابتن، الامكانيات اللي عندهم دي تخليهم ينافسوا باكتر من انت الدور الاول كسبان 5-3 وفرقه اللي خسرت 5-3 فرحانه انها خسرت 5-3. ايوه طبعا، يعني بعد الماتش فرحانه انها خسرت 5-3. ده احنا كنا خسرين 3 الشوط الاولاني. يعني بص شوف الفكر، الشكل اللي احنا كلنا اتربينا عليه هو ده اللي احنا فيه دلوقتي. او هو دي نتيجه المباراه بتاعت النهارده تقول لك، مش بما حضر بس، هو النزعه اللي عندك، المعطيات اللي عندك اللي انت موجود فيها في النادي الاهلي. ايوه، اسلوب اختيارك للاعب اللي هو بيتفاهم، اسلوب حياتك انت كمؤسسه، انت ماشي ازاي؟ طريقه نجاحك ازاي؟ وده على طول احنا بنقوله ومش بنعيد ونزيد فيه، هي دي الحقيقه، هو ده الدستور بتاعك. فكابتن سيد عبد الحفيظ ما قالش حاجه زياده عن اللي احنا قلناه هنا غير ان احنا النادي الاهلي. ايوه، اللي كلنا الحمد لله كان لينا شرف ان احنا نلعب فيه ونفهم ما هو التيشيرت الاحمر وما هي روح النادي الاهلي وشخصيه النادي وطلبات جماهير النادي الاهلي اللي هي بتبقى في كل حته لحد دلوقتي الحمد لله بيقابلونا وبيشكرونا على المجهود اللي احنا عملناه قبل كده وعلى الرسالات اللي احنا بنتكلم عنها والتحليلات اللي احنا عايزين نوصلها للناس كلها بشفافيه. يعني احنا لما بنتكلم واحنا وحشين بنقول ليه احنا وحشين، لما بنتكلم احنا كويسين بنقول احنا كويسين ليه، لما بناخد فرصه اللعيبه دي بتاخد لها اسبوع او 10 ايام اجازه بتلاقي الفريق راجع في حاله تانية خالص.
صحيح. في وجود كابتن سامي قمصان، في وجود مدرب جديد، في وجود مدرب قديم زي بيتسو موسيماني، في اي وضع في اي حاجه بنقدر عندنا الحلول السريعه للبطولات. صحيح. انك انت تحب تشوشر عليا وتقول لي انا هلغي مسابقه وهلغي، ما يعني كلام لا يعقل، كلام لا يعقل. وفي سبونسرز وفي شركات طبعا مسؤوله عن الحاجات دي، مفيش واحد يطلع كده يقول لك جمله من عنده يعني خرطوش في الهواء يعني. كابتن علاء حلو خرطوش في الهواء لو بتحب الحمام يعني. كابتن علاء، يمكن الكابتن سيد اثار نقطه مهمه جدا جدا، انك انت بتنهي الموسم بتاعك بنفس اللعيبه المتواجدين في القائمه. يعني انت بتكلمني على مسابقه دوري ومسابقه كاس الموسم ده، لازم ينتهوا بنفس اللعيبه اللي متأيدين معاك في الموسم ده. بس انا ليا سؤال هنا. اتفضل. الكلام ده موجه ليه؟ كابتن سيد يقصده طبعا اتحاد الكوره زائد اللجنه اللي بتدير الدوري العام اللي هي الرابطه. الرابطه. اه. ولا الكلام ده موجه لاتحاد الكوره بس؟ بصفته هو المسؤول المعني بالكلام ده اتحاد الكوره. عن الكوره في مصر. المعني بالجمله دي اتحاد الكوره بس. اتحاد الكوره بس. اتحاد الكوره بس هو المعني بالجمله دي، واعتقد ان يمكن السيد بيرد على ممكن حاجه اتسربت، ما هو عارف يعني حاجه اشاعه كده اترمت او كلمه اتسربت ونشوف رد الفعل ايه، عشان كده يمكن السيد هو بس الوحيد اتكلم في النقطه دي. بالظبط. فلكن ما اعتقدش انه هيحصل عكس كده خالص يعني. نفس اللعيبه هم اللي نهوا، هم اللي نهوا الكاس ده، هم نفس الكلام ده. الجانب ان خد بالك يا ايمن، انت عندك وقت كبير قوي في افريقيا من 1/8 عندك ل 15/8، انت عندك وقت كبير، انت مش مجبر تعمل قائمه جديده ولاعيبه جديده عشان تلعب بيها بطوله لسه ما خلصتش. وجهه نظر سيد او كلام سيد معقول جدا، وعلى فكره ما بيطلبش حاجه غريبه، ده هو ده حقك، ده العقل بيقول كده. بالظبط. ده العقل، ده المنطق بيقول كده، بيقول كده والمنطق بيقول كده. صح. بس لكن هو كلام سيد موجه لاتحاد الكوره، اتحاد الكوره بيدير، هو بيدير اللعبه في مصر، واتحاد الكوره هو اللي بيدير اللعبه في مصر طبعا يعني. لكن امال الرابطه اللي بتعملها لا مسابقه الدوري، الدوري، لكن المعني بالمنظومه، بالمنظومه نفسها والاسامي والقوائم. طب يعني الرابطه بتعمل اللوائح يعني، بس الرابطه بتعمل ايه؟ مسؤوله عن الدوري العام. هي بتعمل ايه يا كابتن؟ ما انا قلت لك مسؤوله عن الدوري العام. بتعمل ايه؟ ايوه هي مسؤوله عن الدوري العام، اسالهم بقى. ايوه يعني بتعمل ايه؟ ايوه اسالهم. عايزهم يا كابتن. لا والله بتكلم جد يعني، دلوقتي لما اقول لك الرابطه بتعمل ايه، هي بتحط الجدول مسؤول بس كده، مسؤول الجدول بس، بتحط الجدول بس كده يعني، جدول بس. بس هي القوائم وتسجيل اللعيبه اعتقد اتحاد الكوره طبعا، ده وشؤون اللاعبين مسؤول عنها اتحاد الكوره. انت بتسجلها في اتحاد الكوره. انا بس على الاستفسار على فكره. الرابطه واللائحه طبعا واللوائح، اصل انت الرابطه بتحط الجدول بتاع الدوري بس كده. لا وبتنظم المسابقه. ايه تنظيم المسابقه؟ هقول لك بعد ان شاء الله، بعد الفاصل باذن الله ان شاء الله. هنفهم يا كابتن بس يعني الرابطه بتعمل ايه والاتحاد بيعمل ايه؟ يعني الدنيا داخله في بعضها ولا الدنيا لا لا داخله في بعضها؟ داخله ايه؟ داخله في بعضها الحمد لله. طب كده لا داخله في بعضها طبعا اكيد. المهم كابتن عادل، كان ليك تعليق على كابتن سيد عبد الحفيظ، وخصوصا في نقطتين انت قلتهم. الاصوات الاولاني، الاصوات اللي بتطالب بموضوع الغاء الدوري دوت، والحاجه الثانيه اللوائح والقوانين اللي بتحكم المسابقات في مصر، وخصوصا لما بتتكلم على دوري وكاس. تمام. اول مره في حياتي اشوف بطوله بتتلعب في الماضي، الناس بتروح للمستقبل واحنا بنلعب في الماضي. يعني انا دلوقتي بلعب بطوله في الماضي. طب انا لو يعني هو في كده عقل في الدنيا يعني؟ انت ازاي تلعب بطولتين كاس في وقت واحد؟ ازاي؟ هقول لك. هو كان ليه في فكر اول ما جيت اتحاد الكوره. تاني كابتن في ايه كده؟ معلش. نعم. تاني في ايه كده؟ كان في فكر. فكر؟ دي اول فكر. اول حاجه غلط. دي اول غلطه. ماشي. في فكر كان بيقول او راي يعني. ايوه عرفي راي، لكن ما تقولش في فكر. بيجسوا النبض. كانوا بيجسوا النبض. تمام. ان هم كانوا هيلغوا الكاس بتاع الموسم اللي فات. ده المعين ولا اللي جه ده؟ فاهم؟ وبعدين في ناس ضغطت. اتحاد. انهي اتحاد؟ الاتحاد الجديد. جديد؟ ففي ناس ضغطت وقالت لك ايه؟ احنا وصلنا لحد الفاينل، فلا ده الكاس ده بتاعنا. فاهم؟ ايوه. لا الكاس ده لازم يتكمل. ده هيتكمل. فاتحاد الكوره قلق شويه، رضخ وقال لك لا هنكمل الكاس.
فضلوا فتره كبيره جدا جدا مفيش كلام. تمام. ومره واحده قال لك هنكمل الكاس. احنا فاضل لنا طب ما كان الرقم بتاع السنه ده يا كابتن لما هو كان كده. دلوقتي نفس الناس دي عايزه تلغي الدوري. عارف ليه عاوزه تلغي الدوري؟ وتخلي الكاس. لان عارف ليه عاوزه تلغي الدوري؟ لانهم واخدين الدوري السنه اللي فاتت. فاهمني؟ فبناء على كده يبقوا واخدين دوري سنتين. الكلام ده كلام فاضي ومش هيحصل يعني. طب ما احنا مش في يعني احنا مش بنلعب يعني مش دوره رمضانيه هي تلغيها دي حاجه. لكن هم لما بيلعبوا كاسين مع بعض انت بتتكلم على ان هم مثلا ما تلغاش عشان فرقه وصلت لنهائي. انا معاه. لما فرقه تلعب خلينا نبقى بنتكلم كلمه حق. لما فرقه تلعب كل ده وتوصل للنهائي كمل، بس كمل الكاس ده بس، ما تلعبش الكاس الثاني. ايوه المفترض في البدايه انت لعبت الكاس الثاني لانك مرتبط سبونسر حاجات كتير قوي في كره القدم احنا مش ملمسين فيها. الحاجه الثانيه حته اداره الدوري. ايوه لما تيجي تاخد قرار اللجنه هي اللي تاخدها مش اتحاد الكوره. طب خليني اسالك سؤال هنا. انا بلعب في كاس 2021. اه يعني ايه؟ يعني الكاس ده بتاع السنه اللي فاتت. حلو. كان الماضي. عندي لعيبه مقيده السنه اللي فاتت. ايوه الماضي. انا هلعب قدامك في الفاينل. هل تقدر تلعب؟ افرض انا رحت نادي تاني هيلعبك في الفاينل. بالظبط كده. ده وانا جايب جون عندك فيه. هنا في الكاس وانا جايب جون عندك هنا في الكاس. ها؟ وبلعبك الفاينل. ازاي؟ ما هو ده ما احنا شوف طالما ده اللي حصل مع كاس السنه دي يا كابتن اللي هو بتاع السنه اللي فاتت. ايوه انا بقول 2021 هو ده. ما هو ده. ايوه. ما هو ده اللي انا عايز اقوله لك. طالما انت ارتضيت انك سمك لبن تمر هندي فما تتكلمش. ما تقعدش تقول الغي ومش الغي. طالما هي البدايه غلط كمل الغلط للاخر. أي. انت هتلعب الكاس وهتلعب الدوري وهتلعب الكاس ما هي نفس الاصوات ديت بقول لك النادي مش هيقدر. عارف دي لو اتعملت معناها ايه؟ عارف دي لو اتعملت معناها ايه؟ يبقى خلاص الكوره انتهت. يبقى انت هتثق فيهم ازاي؟ اي نعم احنا مش بنثق فيهم. انا بكلمك بمنتهى الامانه. ما انا يعني لما خطاب يتقبر وانت بتحارب بلدك في ماتش الوداد بغض النظر انا بقول اهو انا معترف النادي الاهلي في الفاينل جوه الملعب ما كانش كويس. أي. انا معترف كلاعبي علشان بس ما حدش يقول لك انتوا كل شويه تتكلموا على الفاينل. لكن اللي كان ليه اسبابه النادي الاهلي راح هناك كان ليه اسبابه خسر جوه الملعب لكن كان في اسباب قبل كده هي اللي عطلته كتير. صح تمام. ولكن المهم في الامر ايه؟ اثق انا فيهم ازاي؟ اثق انا في اي قرار يطلع وانت بتخبي جوابات عليا علشان او بالمعنى الاصح انت بتساعد الناس ان اخسر بطوله مش ليا. ايوه انا بطوله افريقيا دي والله ما للاهلي. البطوله دي لمصر يا جماعه. انت لما بتروح تلعب في كاس العالم مش بتلعب باسم الاهلي بس، انت بتلعب بيتقال عليك الاهلي المصري في بطوله افريقيا وفي بطوله كاس العالم. يا كابتن حتى ولو للنادي الاهلي بس مش ده حقه. انا عارف. لا يعني بغض النظر يعني لا. مش ده حقه يا كابتن. لا انا عايز اقول لك هو ده لما كنا ليه حق انا اسف مش هاخده. استنى بس بغض النظر بلعب باسم مصر او بلعب بس لا لا اسم تاني. كلمه مهمه قوي. انت عارفين الدوري بيتعمل ليه والكاس بيتعمل ليه؟ عشان تعمل منتخب يلعب باسم مصر. انا عندي مصر اهم من الاهلي واهم من الزمالك واهم من اي حد. هو اسمه اتحاد الكره ايه؟ المصري. ما عشان كده ما اللي انا عايز اقول لك ايه؟ في حاجات كتير في حاجات كتير يا كابتن انا لما اثق فيك هتديني قرار مش هقلب وراك ولا هتكلم. اول ما اثق فيك لكن انا ما بثقش فيك. انا مش هثق فيك خلاص يعني ما فيش حد بيثق فيهم. انا شخصيا بقول لك يعني انا لما اتعملت الرابطه انا وافقت جدا وحاجه كويسه. واقول لك حاجه الرابطه كويسه لكن التدخل والغيره والحاجات اللي بتحصل من الاتحاد للرابطه انا بكلمك بمنتهى الامانه. لكن هو دي كره القدم اللي لازم يبقى فيه رابطه. الناس بتوع الرابطه من السنه الجايه لازم يهيمنوا على الدوري بتاعهم لازم يطلعوا دوري كويس وجيد. لكن الناس بتوع اتحاد الكوره افهموا الامر يا جماعه. ما بتدروش الكوره ما بتدارش من اتحاد الكوره في العالم. الكوره بتدار من رابطه الانديه دي رقم واحد. انت بتاخد المنتخبات
حتى المنتخبات بتدار من مسؤولين. واحد زي الاتحاد يبقى يعني عايز اسالك سؤال، محمود سعد، الدكتور محمود سعد، دي حاجه بقى لازم اقولها. دكتور محمود سعد ده راجل زملكاوي، ها دكتور محمود سعد لما مسك مدير فني الاتحاد الكوره همشوه كتير، ما كانش بياخدوا رايه في ايه، في المدير الفني بتاع المنتخب، بتوع الناشئين كانوا بيديها المنتخبات، بيديها لاصحابهم ولحبايبهم، كل واحد ياخد منتخب. لكن محمود سعد عمل للمصر، الناس لازم تعرف دي، ولازم محمود سعد ياخد حقه. سلح كل مدربين مصر برخص. ايوه دلوقتي العالم كله شغال بالرخص. من ساعه ما الدكتور محمود سعد مشي من الاتحاد المصري البرو ما اتعملتش، اللي هي لازم تطلع تمسك في اللي هي موسيماني. أيوة. جري على المغرب عشان ياخد، عشان عاوز يشتغل في الخليج، عشان يشتغل في الخليج في اسيا. أيوة. يشتغل في قطر، يشتغل في السعوديه. أيوة. مش هيشتغل الا بالبرو، ما يمسكش. أيوة. فرقه الا بالبرو. ما الدكتور محمود سعد هو اللي عملها، لازم ياخد حقه الدكتور محمود سعد. من بعد الدكتور محمود سعد ما فيش حد عمل اي حاجه. أي. ولا خدنا ولا اي حد خد دراسه ولا تقدمت. مش دي مصر، ليه المغرب عملها؟ عارف ان مدربين المغرب مسلحين اكتر منك بالرخص. ما هو دي حاجات كتيره قوي الناس مش واخده بالها. في مدربين كانوا ماشيين كويس بره زي وزي ناس كتير قوي. في الوقت الحالي لما يجي لنا حاجه مش هينفع نروح. ايوه عارف ليه؟ انك انت ما خدتش الرخصه بتاعتك. أيوة. الرخصه اللي المفروض تاخدها. بس احنا واخدنا من 5 سنين الايه. أيوة. اعلى حاجه في افريقيا. اتحاد الكوره ليه ادوار كتير جدا 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 غايبه عنه. ما يا كابتن ما بيعملهاش. في دور واحد بس بيتلعب في اتحاد الكوره، اللي هو الحفاظ على الكرسي. ازاي يحاوطوه؟ ازاي عارف لو بيعملوا المجهود ده في الشغل ها هنروح كاس العالم ويمكن ناخد كاس العالم. أي. لو عندهم العبقريه دي في انهم يحافظوا وانهم يعملوا تكتلات وانهم يعملوا حاجات كتير. انا مش عايز اتكلم عشان ما تسجنش. لا لا، لكن يعملوا حاجات. انا عايزك تتكلم. عايز اقول لك لو بيشتغلوا 5% بس، لو بيشتغلوا 5% من الفكر اللي هم بيشتغلوا بيه للحفاظ على كراسيهم ومناصبهم، كنا بقينا حته ثانيه، بقينا البرازيل في كره القدم. كابتن بلاه، لا انا مش مع الكابتن. لا امال ايه بقى؟ مش مع الكابتن. انت مش معايا على طول. انت قاعد عشان مصر. رايك ايه كابتن؟ هم مصر ما عندهمش فكر. ايه؟ لا ما انت البرازيل. ايه يا كابتن؟ البرازيل مين يا كابتن؟ صلى على النبي. لا لو بيقول لك لو اشتغلوا يعني يا ابني فهمش ما فيش فكره يا كابتن. لا عندهم عبقريه يا بلال، والله عندهم عبقريه. هو قصده في الحفاظ على المناصب والكراسي يا كابتن. صلى على النبي. الشر عندهم عبقريه. لا هم اللي جم بالمناصب بمزاجهم، ولا هم هيمشوا بمزاجهم يا كابتن. ما تقعدش ما تقولوش كلام بقى، يعني ما نبقاش بره الحديث. هم لا جم بمزاجهم ولا يمشوا بمزاجهم. أيوة. فخلينا نتكلم كلام واقعي ومنطقي يا كابتن. مش دي الحقيقه يا كابتن. انا دي الحقيقه. انت مش عايز تخش في الحوار ده. أيوة. دي الحقيقه. مش دي الحقيقه يا كابتن. ايه هو الراجل عايز يتسجن؟ انا مش دخل بيه. لا انا بكلمك بمنتهى الامان. كل اللي موجودين بيمسكوا اتحاد الكوره، بيشتغلوا في اتحاد الكوره، لو كانوا اشتغلوا للصالح العام كنا بقينا في حته كابتن. هو اصلا هو انت عارف الصالح العام فين؟ انا السؤال بقى عريضة. انت عارف الصالح العام فين؟ انت تعرف الصالح العام ازاي؟ انت تعرف التخطيط بيتعمل ازاي عشان تبقى فرق بلد عندها منتخبات قويه وفرق قويه ودوري قوي؟ تخطيط. الاول طبعا الاول لازم تبقى عارف بتخطط ازاي يا كابتن من الاساس. هو انت النهارده تحصل احنا عارف احنا الفكره في ايه؟ احنا عملنا احسن. انت منتخب بلدك معلش. انت منتخب يا كابتن. استنى يا كابتن. في تاريخك كله ماليش دعوه بتنظيم. انا ماليش دعوه بتنظيم بلدك يا كابتن. انت مش فاهمني. ماليش دعوه بتنظيم ملاعب. انا بكلمك دلوقتي يا كابتن عادل. اسمعني بعد اذنك. انا ما بكلمكش في تنظيم ملاعب. انت البلد اللي بتنظم مش اتحاد الكوره. انا بتكلم ان عندك سحر. احنا يا كابتن سيبنا نتكلم يا كابتن. اديني فرصتي. انت بقالك ساعه الا ربع بتتكلم. انت خلاص احنا كنا هنخلص 12:30. احنا رحنا فرعيات برضه. احنا كنا بنتكلم على الكلام اللي قاله الكابتن سامي. ما هو ده سوء التخطيط يا كابتن. ما هو ده في الاول وفي الاخر سوء تخطيط. تمام. انت بتلعب كاسين في وقت واحد. تمام. ينفع تشرب كاسين في وقت واحد؟ ما ينفعش يا كابتن. ها ايوه ما ده سوء تخطيط يا كابتن ايمن معلش.
الاتحاد الكوره والرابطه انت اصلا مش فاهم البيضه ولا الفرخه، مين اللي بيدير الناحيه دي، مين اللي بينظم، مين اللي بيحط، مين اللي بيقايد اللعيبه، مين اللي له الحق في اتخاذ القرارات، مين اللي سبورت الانديه، مين يا كابتن، هي اصلا مين الاصل في الموضوع، مين احنا هنا احنا احسن ناس تطلع نظم وما تمشيش عليها. الاصل في الموضوع اتحاد الكوره بس قولا واحدا، صح كده؟ الاتحاد الكوره لا انت عارف تستفيد منه ماديا ولا عارف تستفيد منه تنظيميا ولا هو في ظهرك كانديه، مش بتكلم على الاهلي لوحده، بتكلم على بيراميدز، لان بيراميدز بعت لاتحاد الكوره قال له انا عايز انظم نهائي الكونفدراليه يعني. استجاب الاتحاد؟ لا ما استجابش. انت افريقيا بعتت لك اصلا ما بصش عليك تمام. فانت النهارده بتتكلم على ناس هم محترمين كاشخاص، انا ماليش علاقه بالشخصيه بتاعتهم، وناس محترمين وناس اعزاء وناس افاضل على المستوى الشخصي تمام. لكن انا بتكلم في المستوى المهني، ما انا ممكن ابقى انسان عبقري وحلو ومحترم تمام، بس ما بعرفش العب. يبقى ايه اللي يجيبني احطني في اللعب؟ ما في ناس النهارده بيراميدز شخصيات جميله جدا بس تعرف تلعب؟ ما تعرفش تلعب تمام صح. فانت النهارده ما تكلمنيش على، عشان في الناس بتزعل لما بنيجي ننتقد. انا ما بنتقدش كابتن شريف، انا بنتقد الكرسي او المكانه اللي فيها كابتن اللعبك. شريف تمام صحيح. اتحاد الكوره تقييما صفر في كل الملفات، في كل صفر في كل الملفات مع النادي الاهلي، حتى التعامل بتاعه ساذج. نسينا اصلا ما خدناش بالنا يعني الردود الاقبح من الزمن، عارف انت رد يعني حاجه صعبه جدا جدا يا كابتن. ملفات زيرو في كل حاجه، التعاملات زيرو في كل حاجه، حتى مع هيبه وقيمه المنتخب المصري في تعيين المدير الفني، وبعدين اقالته مدير فني كان خلاص حفظ الطريقه بتاعتك، وصلت معاه لدرجه انه حفظ لك ماء الوجه. أيوة. هو ما ادكش أيوة كل حاجه مزبوط. بس انت حفظت بيه ماء الوجه قمت مغيره، جاي مدير فني تاني لاسباب غير منطقيه، مفيش فلوس ومشيته لاسباب غير منطقيه برضه. لا انت شفته مشيته ازاي بس الاول انت اقلته في برنامج على الهوا انت متخيل مدير فني منتخب مصر يقال على الهوا مع في مداخله تقول له اصل انا بنفكر وبعدين شويه كده يقول لك ده احنا قررنا ان حازم امام وبركات يمسكوا ملف المدير الفني الكور. وبعدين يجي الراجل الكروش يقول لك حازم امام ما كانش عارف حاجه، هو حازم عارف حاجه اصلا على المواضيع؟ وبعدين التعيين الامر برمته صعب جدا جدا جدا. انت بتتعامل دي ما اسمهاش منظومه، دي اسمها ايه؟ نكش فراخ كده زي ما كنا بنعمل في زمان في الامتحانات اللي كنا بنسقط فيها تمام، وبتعمله وانت بتنتظر بقى الانديه ترد عليك ازاي. يعني سيد طلع اتكلم قال لك لا الدوري مش هتلغي، او مثلا كاس مصر الطبيعي يتلعب السنه دي باللعيبه تكمل السنه الجايه بكمل بنفس ده الطبيعي ده طبعا تمام طبعا. هو خد بالك هو انت بتقول الصح طيب، وهو بقى بيستنى يفكر يا ترى الكلام ده هيمشي ولا مش هيمشي. عارف انت دايما بتعمل ايه؟ اللي بعد يشيل، هي طبعا الاهواء كابتن. لا اللي بعد يشيل انت لو في اخفاق بعد كده مع المنتخب اخفاق لا قدر الله، يعني قدر ان شاء الله مصر تصعد كاس افريقيا الاول اخفاق، ما دول هيمشوا، ما دول هيفضلوا قاعدين هيمشوا طبيعي جدا. فيقول لك ايه؟ اللي جاي يشيل. هو ده دي السياسه كابتن المتبعه في كل حته هنا في الكوره في مصر، اللي جاي يشيل دي هي دي السياسه اللي بشتغل عليها تمام. لابد يا جماعه يبقى في محاسبه، الاتحاد ده لازم يتحاسب من الجامعات العموميه، مش الجامعه العموميه دي مش المفروض تحاسب الاتحاد، المفروض يبقى في اجتماعات للجامعات العموميه تحاسب يا جماعه احنا وصلنا فين في كره القدم، احنا للاسف بنتدنى مش بنعلى مزبوط. في كل حاجه. الناشئين زمان كنا بناخد كل البطولات الافريقيه في الناشئين، انت السنه دي بتعمل ايه؟ ولا حاجه صحيح. ولا حاجه. دي يا كابتن استمرار لسياسه التخبط اللي احنا متعودين عليها من اتحاد كره القدم المصري. تعالوا نروح لزميلنا فاروق صلاح ولقاء مع الكابتن سامي ومصال المدير الفني للنادي الاهلي. من جديد اجدد التحية بالكابتن ايمن شوقي وضيوفي الكرام وبكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يعني مقوله الاهلي بمن حضر ليست مقتصره فقط على اللاعبين ولكن على افراد الجهاز الفني. كابتن سامي امصان المدير الفني للنادي الاهلي واحد من المدربين او المديرين الفنيين اللي بيطبق هذه المقوله. كابتن سامي برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي، خليني ابارك لك على الاداء، ابارك لك على تحملك للمسؤوليه، ابارك لك على الفوز النهارده والصعود لمباراه الدور قبل النهائي والفوز على خصم قوي في ظل الظروف صعبه بتعيشها وبيعيشها الفريق فريق بيراميدز. مبروك يا كابتن سامي. الله يبارك فيك طبعا. تحية كابتن ايمن طبعا وضيوفه. زي ما انت قلت مباراه مهمه جدا بالنسبه لنا، كان
كان مهم جدا ان احنا نحسمها، خصوصا بعد طبعا فقدنا لبطوله الدوري العام. كان عندنا بطوله مهمه جدا ان احنا نفضل نحافظ على حظوظنا في كاس مصر، عشان طبعا تقدر طبق تفتح لك برضو بطوله السوبر. فاعتقد الحمد لله كانت مباراه مهمه، واللعيبه الحمد لله أدى اداء مميز جدا سواء على مستوى الدفاع او مستوى الهجوم. فالحمد لله بشكرهم على الجهد دوت، واتمنى ان شاء الله التوفيق ان شاء الله. عشان برضو نوضحها للناس يا كابتن سامي، حضرتك تقصد فقدنا لبطوله الدوري الموسم الماضي ودي كاس الموسم الماضي. كابتن شريف عبد المنعم قبل بدايه اللقاء قال من النقاط المهمه، قال انك تحرز هدف مبكر يسهل عليك اللقاء. قال الكابتن سامي ودوره النفسي مع اللاعبين، واتكلم ايضا والكابتننا على دور الكابتن سامي ومصمم مع اللاعبين، وايضا تجنب المس باص في هذه المباراه. بص هو ده والله اللي كنا بنسعى له وكل ما بنفكر فيه يعني. وطبعا كان الرهان دايما على لعيبه النادي الاهلي وروح النادي الاهلي واصرار النادي لعيبه النادي الاهلي اللي هم يحسموا المباراه. فاعتقد الحمد لله كان مهم جدا ان احنا نفكر في كده. ممكن فكرنا ان احنا نسيب الاستحواذ لفرقه بيراميدز عشان هي بتحب تعمل كده، وانا برده مش جاهز بدنيا ومش جاهز ومفتقد عدد كبير جدا من اللعيبه. كان مهم ان انا اقسم الجيم لكده. اعتقد الحمد لله الجون ساعدنا. الشوط الثاني بقى قدرنا ان احنا نغير برده تغييرات تدينا برده سرعات، نستغل سرعات صلاح وقفشه رجع لاعب 10 تاني عشان يقدر يلعب على الدونجا عشان نحاول نمنع بدايه الهجمه اللي هم يوصلوا لنا. فاعتقد الحمد لله اللي كان مردود كويس، وحسام برده نزل وزياد ودونا برده افضليه اللي احنا نعمل كونتر اتاك كويس ونحافظ على الكوره كويس. فاعتقد الحمد لله كان ربنا موفقنا، واعتقد ان احنا اللعيبه اجتهدت واحنا اجتهدنا، وربنا الحمد لله كلل ده بالجهد وبالنجاح الحمد لله. كابتن سامي، ان انا افقد 11 لاعب ولكن عندك النهارده المرونه التكتيكيه، العب 4 3 3 4 2 3 1، وعايز اتكلم على ثقتك في واحد زي اللاعب احمد نبيل كوكا، ثقتك في زياد طارق، اعتقد النهارده حسام حسن برده واحد من مكاسب اللقاء. طبعا مهم جدا يعني ان انت طبعا تدي اللعيبه دي الثقه، خصوصا في الظروف ديت يعني. لعيبه مميزه، لعيبه عندها خبرات، ويمكن فرصه الناشئين شويه في النادي الاهلي والفرق الكبيره بتبقى صعبه، لكن لما بتجي لك لازم يكون عندك الاصرار اللي انت استغلها، واعتقد ان هم استغلوها بشكل كويس جدا. وان شاء الله لو الظروف هتبقى احسن ممكن محمد اشرف معانا ومعانا فاخري قبل كده، وان شاء الله الفتره اللي جايه ان شاء الله نشوف عدد من الناشئين ان شاء الله يقدروا يعملوا اداء كويس ويثبتوا نفسهم ان شاء الله. كلمه بقى تقولها للاعبين، انا عارف انت اتكلمت مع اللاعبين بعد نهايه المباراه، تقول لهم ايه؟ عندنا مرحله صعبه جدا، عندنا مباراه سموحه، مباراه الجونه مرحله صعبه جدا يا كابتن سامي. وزي ما بقول كل مره، انت بعد البطوله ديت بعد اي ماتش او بعد اي بطوله لازم تحاول ان انت تفصل عشان تقدر تستعد كويس يعني. اللعيبه دي بتلعب تحت ضغط عصبي كبير جدا، بدني كبير جدا، بنلعب كل 3 ايام مباراه، فما بتلحقش تريح، مفتقد عدد كبير من اللعيبه جدا. فطبعا بشكرهم على الجهد دوت والاداء دوت والروح ديت والاصرار اللي هم عايزين يعملوا حاجه يعوضوا جمهور النادي الاهلي بيها بطوله افريقيا وبطوله الدوري اللي فات. فبشكرهم طبعا، ولكن مستنيين منهم اكتر واكتر. ان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله زي ما انت قلت المرحله الجايه ديت نقدر نعمل دورنا على اكمل وجه، لحد ان شاء الله لما ربنا يوفق ان شاء الله الراجل يجي ان شاء الله ونسلمه الفرقه وفي ظروف كويسه ان شاء الله. اخيرا يا كابتن سامي، جمهور النادي الاهلي قال كلمه، احنا عارفين ان الظروف صعبه والمهمه صعبه، ولكن كابتن سامي انت قد المسؤوليه، شفت ثقه الجمهور فيك ازاي وعايز تقول للجمهور النادي الاهلي؟ والله هي دي اللي بتحملك مسؤوليه كبيره جدا، ثقه جمهور النادي الاهلي ديت في الواحد وفينا كجهاز كله يعني، والدعم اللي الواحد بيشوفه سواء في المباريات او في السوشيال ميديا كلها. فبشكرهم طبعا، واتمنى اللي انا اعمل اقصى حاجه عندي عشان اساعدكم واعمل دوري، واتمنى طبعا التوفيق للنادي الاهلي في كل البطولات اللي جايه ان شاء الله. شكرا كابتن سامي وبالتوفيق. شكرا كابتن ايمن. طبعا ده كان لقاءنا مع الكابتن سامي مصاني المدير الفني للنادي الاهلي عقب نهايه اللقاء وفوز النادي الاهلي على فريق بيراميدز بهدفين مقابل هدف وصعود النادي الاهلي لمباراه الدور نصف النهائي امام فريق بتروجيت. مبروك للنادي الاهلي، خطوه مهمه جدا، لسه فاضل خطوه المباراه الدور نصف النهائي ثم ان شاء الله المباراه النهائيه. من جديد تعود الكلمه للكابتن ايمن شوقي. شكرا جزيلا الزميل العزيز فاروق صلاح. زي ما قال الكابتن سامي، هو شكر اللعيبه على مجهودهم، شكر اللعيبه انهم ادوا في ظروف صعبه جدا 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 اتحقق الهدف. فاللعيبه ليها كل الشكر، والمجهود اللي اتبذل النهارده مجهود فوق العاده فوق العاده في ظروف غير طبيعيه بيمر بيها النادي الاهلي، اصابات، غيابات، ماتشات كل 3 ايام، اجهاد، والفتره اللي جايه اصعب. ولكن الفرق الكبيره اللي زي النادي الاهلي تعرف ازاي تكسب في ظروف الصعب. عشان كده هو ده الكبير، هو ده النادي الاهلي. نروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل نستقبل خبيرنا التحكيمي المتميز دائما كابتن ناصر عباس للحديث عن الحالات التحكيميه للمباراه. ارجوكم انتظرونا.
بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وبنرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز دايما كابتن نصر عباس. كابتن نصر اهلا وسهلا بحضرتك، مشرفنا. تحياتي كابتن ايمن، وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي، وتحياتي لنجومك الكبار كابتن شريف عبد المنعم، كابتن علاء مهوب، وكابتن علي عبد الرحمن، وكابتن بلال. كل دي سفرك، انا اخبار ايه النهارده كابتن؟ لا هقول لك على حاجه كابتن، انا يعني خلينا بس في البدايه نقول مبروك للنادي الاهلي. طبعا الحمد لله في ظل الظروف الصعبه كابتن علاء، زي ما حضرتك قلت كده، وهارد لك لنادي بيراميدز. الحكم يا بلال حكم مصنف، ودوت اللي احنا يعني انا مستغرب، حكم مصنف في النخبه الاوروبيه، الحكم رايح كاس العالم على فكره، من ضمن الحكام رايحين كاس العالم. فالنهارده عندي ثلاث ملاحظات مهمين جدا جدا. هو راح كاس العالم الحكم عامل ايه؟ اما يروح سياحه مش رايح فار يعني كابتن بلال، رايح حكم. ايوه ما ممكن يكون رايح فار يا كابتن. لا لا رايح حكم. هو ليه واقف قدام الكوره كتير النهارده كابتن؟ برافو كابتن شريف. كابتن هو انا بستغرب يعني، هتكلم في ثلاث نقاط انا هتكلم فيها. قول يا كابتن بلال عايز ايه؟ اتفضل. لا خلاص هقول لك، مفيش انذارات النهارده، مفيش انذارات النهارده بالظبط. انا قلتها كابتن. اولا بنتكلم في ثلاث نقاط مهمه، اللي هي عنصر اللياقه البدنيه. يعني ايه اللياقه البدنيه دي؟ ايه؟ تحرك وتمركز وتحمل عام، تحمل سرعه، سرعه قصوى. للاسف احنا ما شفناش حاجه خالص من الحاجات دي. كابتن شريف عبد المنعم كان قاعد معايا، احنا يمكن ثلاث مرات يخش في محيط اللعب، ودي حاجه مؤسفه جدا جدا. حكم كبير مش عارف تتحرك في في الملعب، بيتدخل في محيط اللعب، تعطل اللعب للاسف الشديد اكتر من ثلاث اربع خمس مرات. دي حاجه. الحاجه الثانيه كابتن علاء ماشي بيتمشى في الملعب، يعني هو مبدع جدا جدا في المشي. مفيش ابدا كره ارتدت وعمل فيها السرعه المتفجره اللي هي السرعه القصوى عشان يتواجد في الحدث، هو بيلعب بالخبره، يتوقع بيروح في الحته اللي هي فيها اللعب عشان خاطر يدي القرار. عبد الله سعيد. الحاجه الثالثه كابتن، يعني ركله جزاء مضحكه جدا 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 على رمى. اه فعلا. ودي بقى الحاجه الغريبه جدا. ما فيش حاجه خالص. عشان كده بقول لك رايح يعمل ايه في كاس العالم يا كابتن. كابتن ما هو انا مش عارف ايه المعايير في اختيار الحكام في كاس العالم، يعني هذا المستوى لو الاتحاد دوت النهارده بيشوف الحكم دوت، وانا بتكلم بامانه، حكم مستواه يعني عندنا حكام مصريين يعني افضل منه بكتير جدا. ركله جزاء رامي ربيعه كابتن، اولا في مخالفه شد لمحمد الشناوي وهنجيبها في البدايه. وبنتكلم على القانون وعلى التحكيم. ايوه ادي واحده، طبعا هو ما حسبهاش. نروح للثانيه، ما فيش ابدا اي تلامس حصل للاعب نادي بيراميدز عبد الله السعيد، اللي هو عمل تمثيل مثل. كابتن بلال انا هنا النهارده في تحايل، انا كحكم النهارده بروح احسب تحايل وادي عبد الله السعيد انذار للتحايل. ليه؟ الراجل ده صنع خطا مش موجود. يعني هنا طبقا للقانون انت حاولت تتحايل على الحكم في احتساب في انك انت تاخد حق مش من حقك. بشكل عام طبعا النهارده هم ما قدموش المردود يا كابتن عادل، المردود اللي هو اللي احنا مستنينه كحكام جايين من بره عشان خاطر نقدر نستفيد منهم في هذه المباراه. نروح للحالات. حكم طبعا هو الحكم 38 سنه، ستيفان كوفاكس من رومانيا. على فكره هو ما كانش رايح كاس العالم يا كابتن بلال، على فكره اللي كان رايح الحكم مصنف رقم واحد من رومانيا، ولكن للاسف كان هناك ازمه صحيه للحكم وتم اختيار هذا الحكم في كاس العالم. نروح للحالات سريعا كده ونشوف الكلام اللي احنا قلناه يا كابتن عادل، هل هناك كلام؟ نقف 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 نقف. دي البدايه، خلي بالك احنا في بدايه المباراه، يعني المفروض يكون التركيز موجود، تركيز ذهني، ازاي تخرج، ازاي تطلع، ازاي هنا هذه الحاله هو وقف كمان، حتى ما حاولش يا كابتن بلال كابتن عادل يخرج. يعني انت النهارده ده محيط اللعب، الف ب تحكيم لحكم الدرجه الثالثه، حاول تتوقع وتخرج من محيط اللعب عشان خاطر توسع لنفسك في هذه الحاله. نرجع تاني، شوف هنا واقف بيتفرج، وبالتالي هنا ادى استمراريه عشان الكره راحت ليه لابن ده. الحاله الثانيه تاني دي تاني حاله. بص يا كابتن، بص وقف، ستوب. دي أسوأ شيء النهارده شفناه، ان دي كانت ظاهره التمركز التحرك الخاطئ للحكم. وقيس على كده كابتن شريف عبد المنعم، كم مره شفناه في محيط اللعب كتير. حتى ما بيحاولش يصحح خالص يا كابتن. فعلا يعني على مدار الشوطين، عارف بنقول الحكم دايما يا كابتن علي ايه؟ لو انت الظروف جابتك في محيط اللعب، فكر ازاي تخرج بسرعه عشان توسع وما تبقاش انت عائق للعب. طبعا هو ما عندوش القدره انه يعمل الكلام ده النهارده، ودي دروس مستفاده لحكامنا. خلي بالكم ان الحالات ديت المفروض ما تتمش، حتى لو تمت مره ما تتكررش. الحاله الثانيه حاله مهمه جدا، واعتقد ان هو ما شافش،
ولكن هو خلى الاستمرار اللعب. وهنا نشوف المخالفه، نشوف المخالفه هنا. محمد هاني كان محظوظ جدا جدا يا كابتن علاء، نجح في لعب الكره، وده اللي احنا بنقوله دايما للناس، خلي بالك صح. عندما اصل الكره وانجح في لعب الكره هنا، بص نشوف هنا الكره الرجل اليمين نجحت في ان هي تلعب الكره، وبالتالي بعد كده كان الالتحام الالتحام عادي، وهو خلى اللعبه تواصل، والحكم الفار كان يتوافق مع هذا القرار. هنا اللي توجد ركله جزاء لمحمد هاني، وبالتالي هنا كان القرار صحيح. بس هو واقف كويس لا هو المفروض يا كابتن، لا مش واقف كويس، يعني هو كان المفروض يجي هنا، يجي هنا يعني يجي هنا كابتن، بس هو هناك اهو، هو يعني كان المفروض يجي الناحيه دي، ولكن هنا هو محظوظ ان اللعبه ما فيش فيها مخالفه، وبالتالي هنا كان القرار قرار صحيح. الحاله الثانيه ونشوف هنا الحاله ديت ايضا تنافس ما بين رامي ربيعه، وهي هنا اشار باستمرار اللعب، وانا شايف ايضا ان هنا التنافس تنافس عادل. هنا بنشوف الراجل رافع ايده خالص اهو يا كابتن، بص السكوت بقى، بص هو يعني دايما المهاجم بيبقى ذكي جدا يا كابتن احمد، كابتن علاء، هو يستغل التلامس، يعني يستغل انك انت هتحط ايديه، يتوقع المخالفه من المدافع. عارف يا كابتن لو في فار مصر كان حسب الكره دي بنالتي. بص احنا بنتكلم ايه؟ يعني هو ليه وعليه. كان اقول لك الحق حاطط ايده عليه. استنى استنى. ولكن انا النهارده يا كابتن علاء لما انت كمهاجم وانا مدافع، انا حطيت ايدي عليك وانت استغليت التلامس ده ورحت ساقط، وبالتالي هنا مفيش مخالفه، ولا انا شديت ولا انا دفعت، وبالتالي هنا القرار باستمرار اللعب. هنا نشوف تمثيل واضح والسقوط هنا، بص مين اللي رايح لمين يا كابتن؟ بص الايد عندما تتحط على الجسم لابد ان هي تعمل حاجتين، يا تشد يا تدفع، وهنا طبعا رامي هنا مفيش ولا شد ولا دفع، وبالتالي هنا القرار كان قرار صحيح للحكم. نيجي للحاله اللي بعد كده سريعا، نشوف هنا الي ديانج، والمخالفه واضحه جدا جدا، وهنا ونشوف هل في مخالفه تستوجب البطاقه الصفراء كابتن عادل. نشوف الدخول، ودي من الحالات اللي هو طبعا العقوبات الانضباطيه، هو ما عندوش معيار في العقوبات الانضباطيه كابتن علاء خالص. شوف هنا ديانج هنا هنا بيكمل انذار طبعا، وبالتالي هنا فوت ان فوت انذار سهل جدا جدا، طبعا هو ما اداش البطاقه الصفراء في هذه الحاله. هنا الدخول هنا موجود والتهور موجود. اللي بعد كده الحاله اللي جايه، وحاله برضك من الحالات ايضا اللي فيها كلام، هو شوف نقف 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 نقف، هرجع تاني ترجع هرجع تاني بس سمير معلش، الحكم وتمركز الحكم، هو قرب بسرعه هنا وجه في هذا المكان. نشوف هنا يعني انا شايف ان هاني داخل، يعني داخل هنا كابتن علاء داخل بقوه، وهنا فخر الدين يوسف بيلعب بدماغه على الاقل، وبقول انت قلت يستمر اللعب مع كابتن. هنا بنشوف هنا هنا هذا الدخول كان يجب على الفار، واحنا قلنا الفار النهارده موجود ومش موجود، ايوه كان يجب استدعاء الحكم، حتى الحكم دي حاله تقديريه بقى، خلي بالك من الحالات التقديريه مش الفج اول واضحه، انت معايا يا كابتن؟ ايوه. ولكن خلينا بقى نشوف اللي جايه، شوف هنا كان يجب على الحكم هنا على الاقل الفار ان هو يستدعي الحكم في هذا التدخل، يعني. تمام، ممكن يكون كلموه قال انا شايف، ممكن يعني، ما هو الفار هنا انا يعني مش عايز اقول الفار، فار النهارده بقاله سنه يا كابتن، بس المجر بتطبق الفار من شهر 7/2021، حكام ما عندهاش خبره، وانت جايب حكام رومانيا وجايب حكام الفار من المجر ليه؟ ده سؤال، يعني حاجه غريبه جدا جدا انك انت جايب حكام رومانيا وحكام الفار من المجر. الطيران ارخص بتاع المجر يا كابتن. طيب الحاله بعد كده يلا هنا هنشوف بقى الحاله مهمه جدا جدا الشناوي، عشان ندي كل واحد حقه، واحنا بنقول هنا عندنا الصوره بألف كلمه. نشوف قبل ما نروح لركله الجزاء، نشوف هنا الشناوي بيعترض طبعا، بيقول ان انا مشدود طبعا رايح للحكم، والحكم طبعا راجل توقيت 94 وركله الجزاء مش مؤثره وهيصفر بعديها. نشوف هنا كابتن هنا الشد، يلا نشوف هنا الشد موجود، بص 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 تعطيل تعطيل للحارس كابتن، تاني هنا اهو هنا بص نشوف الشناوي رايح لكورته، تمام، وهنا وهنا التاخير من الشد، اوكي تعطيل كان يجب هنا حساب مخالفه. ولكن خلينا نمشي بقى في اللي جاي، نشوف اللي جاي كابتن تمثيليه
هنا ركله جزاء مضحكه جدا جدا. يعني انا عاوز اعرف فين المخالفه في التلامس اصلا ارتكابها من رامي ربيعه. بص وهنا عبد الله سعيد راح وخلاص الكره طبعا مش في حوزته ولا هيلحقها، وبالتالي التمثيل مقنع جداً, جدا جدا جدا. في القانون عندنا بيقول ايه؟ هذا اللاعب هو الذي صنع التحايل بالزبط. هذا اللاعب اللي هو عاوز يعني ياخد حق مش من حقه، وبالتالي هنا نشوف من الرجل هل في حاجه في الرجل. هنا السكوت اهو باين ان مفيش ركله جزاء، ولكن اي برضك اين الفار في احتساب المخالفه؟ طبعا بشكل عام خلي بالك القرارات لم تؤثر، وده المهم عندنا، قرارات الحكم اللي هي اللي موجوده لم تؤثر. تاني خلاص الشناوي احنا قلنا ان هنا في مسك ليه في هذه الحاله. انا بقول بشكل عام ان لا، يعني خلينا يا جماعه اللي يجي يعني اللي يجي هنا مصر، انت بتجيب حكام مصر من بره عشان تدي دروس للحكام هنا، بتدفع لابد ان احنا بصرف النظر هو في النخبه او مش في النخبه، النهارده كان اداؤه مش على مستوى اختياره لكاس العالم. احنا محتاجين حكام يا كابتن تهتم بالمباريات، حكام تقدر النهارده نقدر ان احنا نستفيد منها كحكام، ولكن بشكل عام هو قراراته لم تؤثر في نتيجه المباراه. اعتقد يعني هو مشى المباراه بالخبره وليس بالاداء الفني ولا الاداء البدني. دي كانت اخر حاجه معانا كابتن ايمن، ونتمنى طبعا ان احنا نشوف التحكيم المصري متواجد، لان وجود الاجنبي دايما يعني هيقلل من قدره الحكام المصريين في البطولات القاريه والقارات والبطولات الدوليه. اشكرك. اشكرك شكرا جزيلا كابتن نصر، امتعتنا. الله يخليك. وبانتهاء الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي لمباراه الاهلي وبيراميدز في دور الثمانيه لكاس مصر 2021، والتي انتهت بفوز النادي الاهلي 2-1 على بيراميدز وطموحاته. الف مبروك للنادي الاهلي تاهل الدور قبل النهائي، وان شاء الله يبارك للنادي الاهلي باذن الله مكسب المباريات القادمه ان شاء الله اللي هتبقى صعبه جدا جدا جدا، بدايه من مباراه سموحه بعد بكره ان شاء الله. ألف مبروك للنادي الأهلي مرة تانية، وبإذن الله كل التوفيق للنادي الأهلي الفترة القادمة. بشكر نجومي الكبار اللي شرفوني النهاردة وأمتعوني، كابتن شريف عبد المنعم ألف شكر يا كابتن أمتعتني. كابتن أيمن مبروك، فوز مهم زي ما أنت قلت، الحمد لله وعقبال اللي جاي بإذن الله. مين رجل المباراة؟ خلاص بقى ربيعة وياسر. هو واحد بس. ها؟ هو واحد بس. ربيعة. رامي ربيع. كابتن عادل الف شكرا يا كابتن، امتعتنا، رجل المباراه من وجهه نظرك. اشكرك يا كابتن ومبروك، والشهر اللي جاي ده شهر فاصل في للنادي. انا رايي روح الفلنه الحمراء مش لعيب. كابتن علاء مهيوب الف شكرا يا كابتن، رجل المباراه. اوعى تخوني. مبروك. لا 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 انا شايف رامي ربيع طبعا. رامي ربيع طبعا. كابتن بلال الف شكر يا كابتن، بدا خمتعتين، ربنا يخليك. تسلم يا كابتن، ربنا يكرمك. رجل المباراه كابتن عادل، رجل المباراه رامي ربيع. انا اتفق مع كابتن رامي ربيع، وانا وجهه نظري برضه رامي ربيع. شكرا لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى. واستوديو تحليلي اخر لكم مني اطيب المنى وارق التحيات.